صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تن، وصباح الفل على الذوق والاتيكات وعلى الفن والغنى وعلى حاجات تانية كتير هتكون معانا النهاردة في صباح الورد. لكن زي ما دايما اتعودنا معاكم بنبدأ صباح الورد بالموجز الإخباري، وموجز إخباري النهاردة مع زميلي أسامة سرايا. وصباح الورد عليك يا أسامة. صباح الورد عليك يا مها، أسبوع جديد وبداية أسبوع جديد يا رب يكون سعيد عليك وعلى كل المشاهدين بإذن الله. أهلا بحضراتكم في هذه الإطلالة الإخبارية لهذا الصباح. البداية حيث أعلنت وزارة الصحة اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد في مصر لشخص أجنبي الجنسية. وخلال بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية أوضحت الوزارة أنها نجحت في اكتشاف الحالة بفضل الخطط الاحترازية الوقائية التي تطبقها، كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع المنظمة. الوزارة أشارت إلى أن الحالة حاملة الفيروس لا يظهر عليها أي أعراض وأن حالته مستقرة تماما. من جانبه أشاد ممثل منظمة الصحة بمصر جون جبور بسرعة وشفافية الحكومة في التعامل مع الموقف وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها. أعلنت السلطات الصينية أن فيروس كورونا أودى بحياة 1523 شخصا بعدما سجلت مقاطعة هوبي بؤرة الوباء في وسط البلاد بوفاة 143 حالة جديدة خلال الساعات 24 الأخيرة. كما أشارت السلطات الصينية بارتفاع إجمالي المصابين بالفيروس في الصين وحدها إلى 66 ألف شخص بعدما تأكد إصابة 2420 شخصا إضافيا. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا، ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة بالإمارات. أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أنه لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس وبلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة الليبية، مضيفا أن الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار وسلام لا يمكن أن يأتي إلا بعد القضاء على الميليشيات المسلحة وطرد المرتزقة. وفي خطاب وجهه حفتر إلى الليبيين الذين خرجوا للتظاهر ضد التدخل التركي في بلاده، أكد أن الجيش أصبح على تخوم قلب العاصمة طرابلس وأنه قاب قوسين أو أدنى من تحريرها، مشددا على أن ليبيا ستكون قريبا مقبرة لكل المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماية الخونة والعملاء. أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أن بلاده لا يمكن أن يستمر اقتصاديا بمعزل عن دعم الدول الصديقة والمانحة والمؤسسات المالية الدولية، وفي ظل غياب الثقة مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات والكويت وباقي دول الخليج العربي. وخلال كلمته بمناسبة ذكرى مرور 15 عاما على اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قال سعد الحريري إن أموال إيران يمكن أن تحل أزمة حزب ولكنها لا يمكن أن تحل أزمة دولة، مضيفا أن لبنان لم يعد ممكنا أن يسير بدون سياسات واضحة وبدون مصالحات جدية مع الشعب اللبناني ومع الدول العربية والدول الصديقة والمؤسسات الدولية. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى ألمانيا للمشاركة في الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، حيث من المقرر أن يشارك شكري في عدة جلسات وفعاليات خلال المؤتمر لإبراز الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. بدوره أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أعلن تأييده لزيادة النفقات الدفاعية من جانب ألمانيا لتقوية الإسهام الأوروبي في دعم حلف شمال الأطلسي. كما حذر شتاين ماير في الوقت ذاته من التركيز على النبرة العسكرية القوية في السياسات الخارجية، مشيرا إلى أن الأداة العسكرية هي أمر لا يستغنى عنها ولكنها ليست الأداة الأولى ولا هي الأنجح. انتقدت الهند تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير طالبة منه عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية إن بلاده ترفض جميع الإشارات التي أشار إليها أردوغان بشأن جامو وكشمير، مشيرا إلى أن المنطقة جزء لا يتجزأ وغير قابل للتصرف من بلاده. كما دعا أيضا النظام التركي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند وتطوير فهم مناسب للحقائق.
في الرياضة توج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك عقب تحقيق الفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الغرافة القطرية، حيث شارك النادي الأبيض في المباراة بصفة حامل للقب الكونفدرالية في النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي. الزمالك تقدم بالهدف الأول الذي سجله اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة الثانية، كما نجح اللاعب أشرف بن شرقي في تسجيل الهدفين الثاني والثالث. وصل النادي الأهلي تقدمه في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوز 15 على التوالي، حيث نجح في الفوز على النادي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن مؤجلات الجولة السادسة من البطولة المحلية. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة، محافظا على سجله الرائع هذا الموسم بدون أي هزيمة، كما أيضا يصبح متصدرا جدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد النادي المصري عند 20 نقطة، محتلا بذلك المركز العاشر. كانت هذه أبرز أخبارنا في هذا الصباح. الآن نعود مرة أخرى إلى الزميلة مها بهنسي وصباح الورد. شكرا أسامة على الموجز، ولقد فعلها أخيرا الزمالك، والمرة دي كان صانع السعادة لجمهوره. ألف مبروك للفوز. وطبعا مشاهدينا هنسيبكم دلوقتي مع إنفوجراف علشان نعرف مع بعض إيه الفقرات اللي هتكون معانا النهاردة، وارجع لكم أنا أسامة علشان جولتنا الإخبارية المتنوعة. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، وجه ميعادنا دلوقتي مع جولتنا الاخباريه في الاخبار المتنوعه. وطبعا اول اخبارنا النهارده هتكون عن الفوز الكبير والجميل اللي حققه نادي الزمالك، فوز مستحق فعلا، الفارس الابيض على نادي الترجي التونسي في بطوله السوبر الافريقي بثلاث اهداف لهدف. الزمالك الحقيقه امبارح كان يعني اداؤه يفرح، وكان جميل جدا، وكان مستواه متميز، واقف على ارض الملعب وبيهاجم، وكان عنيد جدا من اول الماتش لاخره. ألف مبروك للزمالك ماها، وبصفتك زملكاوية ألف مبروك ليكي. ده طبعا بجانب الثلاث أهداف اللي حققوا نادي الزمالك بالأمس، لعيبة الزمالك كمان ضيعوا أهداف تانية كانت أهداف بمثابة أهداف محققة، لكن يعني كان ممكن النتيجة تكون أكبر من كده. لكن طبعا في كل الأحوال ألف ألف مبروك لكل عشاق نادي الزمالك ولكل الزمالكاوية ولكل الجماهير المصرية كمان، لأن لما أعتقد أنه الزمالك بالأمس ما كانش بس بيلعب باسم نادي الزمالك، ولكن كان بيلعب باسم مصر كلها. نتمنى أن المستوى اللي ظهر عليه لعيبة نادي الزمالك بالأمس يستمر خلال المرحلة اللي جاية. ألف ألف مبروك مرة تانية لكل جمهور نادي الزمالك. طبعا من فترة طويلة جدا والكل كان بيتكلم عن الماتش وأنه صعب، وأن الترجي فريق لا يقهر تقريبا، كل المحللين كانوا بيقولوا أن هو صعب
ان الزمالك يفوز وان الزمالك مش هيقدر يكسب وربنا يسترها، كلام من هذا القبيل. كان في محلل رياضي كمان كان مع الزميل العزيز احمد خيري وما كانش متوقع ايضا الفوز، لكن احنا هنا في صباح الورد كان عندنا ثقه في ان الزمالك يمر بالماتش بامان، بجانب ده توقعنا كمان السيناريو تماما من بدايه الهدف المبكر لحد النتيجه في حلقه يوم الاربعاء اللي فاتت مع زميلي العزيز احمد خيري. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي ده وتنبؤ دقيق جدا. نرجع مره تانية. اعتقد كارتيرون بيذاكر، يعني انا كارتيرون اعرف ان هو بيذاكر كويس. طب انا خليه بس ماتش الترجي عشان لسه عندنا ماتشات كتير. كم كام الترجي والزمالك في بطوله السوبر؟ بلاش، انا هكتب وراك. لو الترجي هيكسب ما تقولش. 2-1 للترجي. 2-1 للترجي. للاسف ان شاء الله الزمالك هيكسب باذن الله. يا رب يا رب يا رب توقعات استاذ سعيد تطلع غلط. يا رب، عشان هنا مصر يا جماعه والله. بص انا عندي امل كبير جدا ان الزمالك يكسب لو لعب بزيزو في بدايه المباراه. يعني هو لو لعب بزيزو بدايه المباراه عشان يقدر يعمل الامان اللي انا بدور عليه. اشوف الزمالك. اقول لك توقع انا بقى. 3-1 لنادي الزمالك. لا مستحيل. والزمالك هيخطف جون في الاول وهيركب الماتش، والجون هيبقى 2-1 وبعدين يبقى 3-1. اكتب انت ورايا بقى. اكتب انت ورايا. دي كانت توقعات الزميل احمد خيري في حلقه يوم الاربعاء اللي فات. زي ما شفتوا يعني صدق الزميل احمد خيري في توقعاته، لكن على الجانب الاخر يا مها، اي حد بيتوقع انه نادي الزمالك يتهزم او يتغلب بيبقى برضه عنده عذره. طبعا، عارفة يعني عشان هو كان بيبقى صانع السعاده برضه للفرق الثانيه. التاريخ مع نادي الزمالك شويه بيخلينا برضه قلقانين دايما، قلقانين من فكره ان احنا يبقى عندنا نفس الثقه اللي عند الجماعه. وده بيؤكد انه احمد طلع بركه، خد بالك. يعني طبعًا. هو في عز ما ان انت بتقول بناء على احمد خيري طلع يعني الزميل احمد خيري طلع كده عنده يعني شيء لله، لان هو في الوقت لا، ومش بس النتيجه ده كمان ده هيجي شديدة. لا، وهيجي جون في اول الماتش. فالزمالك هيركب، وده بالفعل اللي حصل امبارح. ده كانه بيشوف، يعني هو كانه شايف ما شاء الله يا احمد. لا احنا كده ممكن يكون عنده توقيت سابق، عايزين ناخد البركه بتاعته بقى يعني كل يوم كده بعد الحلقه. خلاص احنا بناخد البركه معايا 3 و4 و5 كل اسبوع. ما فوتش الفرصه دي بقى بعد اللي حصل. صباحكم دايما صباح الورد، والف مره الف مبروك مره ثانيه لكل عشاق نادي الزمالك ولكل جماهير الكره المصريه. خلونا بقى نروح دلوقتي نشوف مع حضراتكم الكليب الجميل اللي يعني حضرناه لكل عشاق نادي الزمالك وكل عشاق القلعه البيضاء. الف الف مبروك مره ثانيه. بعد ما شفنا كليب بمناسبه طبعا فوز نادي الزمالك، تعالوا بقى نستقبل اتصال هاتفي من الاستاذ محمد جمال الناقد الرياضي عشان يشرح لنا كمان تفاصيل الماتش وبدايه الدخول في حاله الترقب لمباراه السوبر المصري اللي جايه. وصباح الورد عليك يا استاذ محمد. صباح الورد عليك. صباح الورد عليك. وطبعا يعني كان عندنا هنا في صباح الورد اكسكلوسيف، وكان في تنبؤ من الزميل احمد خيري بدقه شديده للنتيجه اللي حصلت بالفعل لنادي الزمالك. يعني تقييمك ايه للماتش بشكل عام؟ طبعا في البدايه الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، وطبعا على الفوز في بطوله السوبر الافريقي، وطبعا اضافه بطوله جديده طبعا للكره المصريه، والفوز ببطوله الكونفدراليه بطوله السوبر الافريقي مع طبعا دمج الكونفدراليه الافريقيه، دي حاجه انجاز كبير جدا لنادي الزمالك السنه دي. ماتش طبعا ماتش كان قوي جدا، ماتش الزمالك ظهر بشكل كويس قوي، ظهر بشكل مستوى طيب جدا، مستوى يعني الناس كلها كانت متوقعه من الزمالك كمان مش افضل من كده، لا بالعكس الزمالك ظهر بشكل يعني مغاير تماما اللي ممكن يكون الناس كتير جدا كانت متوقعاه. الزمالك كان اقوى من الترجي في المباراه، مباراه فعلا يعني تليق باسم نادي الزمالك. نادي الزمالك السنه دي مع مستر باتريس كارتيرون من ساعه ما تولى المهمه، لا الزمالك شكله مختلف، شكله متغير. امبارح ظهرت اللعيبه كلها بشكل كويس، ظهر الاندماج في الملعب، سواء مثلا ظهر امبارح اشرف بن شرقي بشكل مميز جدا، كان معاه برضو احمد سيد زيزو، زي يوسف اوباما، زي كل اللعيبه، سرجاني، طارق، طبعا كل اللعيبه ظهروا بشكل كويس قوي، قدروا ان هم يحاولوا الفوز على الترجي، حتى لو حتى بعد ما الترجي تعادل في المباراه قدروا لا ان هم يجيبوا الجون الثاني لاشرف بن شرقي، قدروا حتى في اخر دقيقه من المباراه، حتى بعد ما الترجي كان بيهاجم عشان يجيب هدف التعادل، قدروا ان هم يخطفوا الجون الثالث ويقتلوا المباراه بشكل كبير جدا. لا الزمالك فعلا قدم مباراه كبيره، الزمالك كان يستحق الفوز امبارح. فالدمج برضو انك تفوز بسوبر الافريقي مع دوري مع كاس الكونفدراليه بعد غياب عن البطولات الافريقيه من 2003، اعتقد ده كان انجاز كبير جدا يضاف لنادي الزمالك. طيب استاذ محمد، ده اللي فات، اللي جاي
اللي جاي عندنا مباراة سوبر مهمة تانية وتكاد تكون أكثر جماهيرية وأكثر قوة بالنسبة لجماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الأهلي كمان على الجانب الآخر. تتوقع شكل نادي الزمالك يكون إيه؟ هل هيستمر بنفس المستوى اللي ظهر فيه في مباراة الترجي ولا يعني زي ما الزمالك عودنا دايما؟ بصوا شهر فبراير على النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك صعب جدا، يعني كله مباريات مهمة سواء نادي الأهلي أو نادي الزمالك. الزمالك فاز بالتحدي الاولاني وهو فوزه ببطوله السوبر الافريقي، اعتقد برضه السوبر المصري لا يقل اهميه عند بدرس كاترون وعند نادي الزمالك. الفوز بالسوبر المصري وعلى النادي الاهلي اعتقد يبقى ده انجاز كبير جدا لنادي الزمالك اذا تمت، وبرضه في نفس التوقيت النادي الاهلي مع ريمي فايلر عايز يستمر في الفوز وعايز يستمر في تقديم نتائج كويسه بعد الفوز في 15 مباراه متتاليه في بطوله الدوري. صحيح. فان انت عايز تحقق بطوله السوبر المصري اعتقد ده برضه بيبقى انجاز كبير جدا لاي مدرب لاي نادي فيهم كمان، خاصه كمان ان يعني السوبر المصري طلع في الامارات بالنسبه للاهلي والزمالك مع بعض مرتين قبل كده. فالاهلي كسب والزمالك كسب. فان انت عايز تفوز ده موجود، وان انت عايز والدوافع موجوده عند الفريقين. كمان الفريقين بعد ما يرجعوا في مباراه في بطوله الدوري يوم 24 ما بينهم. وده زي ما تعودنا دايما استاذ محمد انه المباريات يعني تحديدا مباريات النادي الاهلي والزمالك غير خاضعه لاي حسابات لا فنيه ولا حتى ليها علاقه بالاجواء، يعني دايما حسابات المباريات دي بتكون صعبه على حتى كل المحللين الرياضيين. بالظبط بالظبط، هي مباراه عامه هي مباراه ببطوله خاصه، يعني هي كمان هي بطوله السوبر بس برضه هي دايما حتى في بطوله الدوري تبقى بحسابات خاصه ثانيه، حتى لو النادي الاهلي فاز ب 15 مباراه لا الموضوع صعب، حتى لو الزمالك مثلا ممكن يكون اداؤه متراجع شويه في بطوله الدوري، لكن ادينا شفنا امبارح الزمالك في بطولة السوبر الافريقي الزمالك كان شكله متغير تماما عن ما ظهر عليه في بطولة الدوري. فالمباراة هتبقى طبعا تنظيمية كويسة جدا في الامارات، وهتبقى طبعا احنا متعودين وشفنا ثلاثة سوبر قبل كده في الامارات، شفنا بيبقى شكله عامل ازاي بقى جماهيريا موجود سواء جمهور النادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك، فاعتقد ان هتبقى المباراة رائعة، كمان مباراة تشهد وجود بار، مباراة تبقى ب 37,000 متفرج. فالمباراة في حد ذاتها هتكون مباراة هتكون حساباتها مختلفة بالتأكيد. بالظبط، وهتكون اختبار طبعا كبير جدا للفريقين قبل بطولة دوري ابطال افريقيا قبل دور الثمانية سواء الاهلي اللي هيواجه سان داونز او الزمالك اللي هيواجه الترجي الثاني في بطولة دوري ابطال افريقيا، فاعتقد المباراة هتكون قوية جدا بين الفريقين وهتكون لها حسابات خاصة ثانية بإذن الله. كل التمنيات للفريقين ان شاء الله بكل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد جمال الناقد الرياضي على كل هذه التوضيحات. يعني مباراة الزمالك عدى مرحلة صعبة صحيح، بس اللي جاي اصعب، فوز مستحق وان شاء الله يكون قد اللي جاي. اللفتة اللي جميلة جدا امبارح هي التيشيرتات اللي كان مرسوم عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ارتداها لاعبي نادي الزمالك بالامس بعد المباراة، كانت لفتة جميلة جدا طبعا انه يتم انه لاعبي نادي الزمالك يرتدوا تيشيرت عليه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربما البعض يعتقد بان دي لقطة سياسية، هي مش لقطة سياسية على قد ما هي لقطة بنقول بيها انه احنا بره مصر كمان معتزين ببلدنا ومعتزين بمؤسسات بلدنا ومعتزين بقياده بلدنا، لانه انتوا عارفين انه كل عمليه الصخب وكل التوترات اللي موجوده قبل المباراه، وده ناتج طبعا من تصرفات قطر اللي استمرت على مدار السنين اللي فاتت وعمليه التحريض المستمره سواء من قنواتها الاعلاميه او امور كتير جدا، فكانت لقطه جميله جدا ولطيفه. صحيح. من لاعبي نادي صحيح. الزمالك بالامس داخل قطر، يعني نادي محلي وطني مصري من حق اللعيبه بتوع في الاخر مواطنين مصريين من حقهم ان هم يعبروا عن حبهم لرئيس الدوله المصريه، ده يعني راي حر، يعني كل واحد حر صحيح. في توجهاته دي مالهاش دعوه بالسياسه، الحب والكره ما ينفعش ان احنا نتدخل فيه، وطبعا لازم يكون في سبورت لرئيسنا، وخصوصا ان احنا عارفين ان مصر يعني بتحارب الارهاب بشكل عام نيابه عن العالم، والحمد لله يعني مصر بخير الحمد لله باذن الله، ودايما يا رب مصر يعني. بخير. خلونا بقى دلوقتي نروح نشوف ابرز الفعاليات، يا ترى في ايه النهارده في مصر وايه ابرز الاحداث اللي هتكون النهارده موجوده معانا على مدار هذا اليوم في مصر باذن الله. خلونا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم وصباح الورد.
اهلا بحضراتكم من جديد، وبكره ان شاء الله هتبدا الحمله القوميه للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال اللي بتتم في اطار رؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحه العامه والمجتمعيه، واللي بتسهم بشكل فعال في تحقيق التنميه المستدامه. الحمله يا مها بتستهدف تطعيم كمان المصريين وغير المصريين الموجودين على الاراضي المصريه، ده من عمر يوم واحد لحد 5 سنوات، ده طبعا بالمجان، وهتكون الحمله مستمره مع حضراتكم لمده 4 ايام لحد يوم الاربعاء اللي جاي في كل محافظات الجمهوريه. خلينا نشوف العرض التوضيحي ده اللي يعني حاولنا من خلاله ان احنا نعرف حضراتكم تفاصيل الحمله، يعني لكل ست ولكل ام ولكل رب اسره عايز يقوم بعمليه تطعيم اطفاله في هذه الحمله. خلونا نشوف العرض التوضيحي ده ونرجع نكمل الكلام. حضراتكم من جديد، وخلونا بقى نعرف كمان تفاصيل اكتر عن الحمله من استاذ وليد عبد السلام المسؤول عن قطاع الصحه في اليوم السابع. وصباح الورد يا استاذ وليد، واهلا بيك. صباح الفل يا استاذه مها، وازي حضرتك، وصباح الفل على الاستاذ اسامه. اهلا بيك. يا ترى الحمله اللي بنتكلم عنها دلوقتي اللي هي ضد مرض شلل الاطفال، هل دي كانت بعد توقف فتره طويله ولا دي مرحله ثانيه من حملات التطعيم؟ لا، احنا عندنا بفضل الله وزاره الصحه دائما بتعمل حملات مستمره، في سنويا حملات منظمه لمكافحه شلل الاطفال، خاصه ان مصر تم اعلانها من جانب منظمه الصحه العالميه كدوله خاليه من هذا المرض. فطول الوقت منظمه الصحه العالميه ومصر بتحاول تنظم حملات من مختلفة من التطعيمات علشان نفضل محافظين على هذا الوضع. والحمد لله مصر حتى الآن خالية من هذا المرض وما عندناش أي إصابات جديدة، وهذا الكلام منذ عام 2006 تقريبا. طيب أستاذ وليد، يعني بتنكلم في 16 مليون ونص أو 16 مليون و 500 ألف، ده العدد المستهدف في التطعيم الأطفال المستهدفين في هذه الحملة، بنتكلم عن 4 أيام، هل شايف أنه 4 أيام مدة كافية للوصول للفئة المستهدفة دي، ولا من الممكن أنه يتم الإعلان عن مد الحملة خلال الأيام اللي جاية؟ والحقيقة الحملة هتبدأ من يوم 16 حتى يوم 19، بتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات. الحقيقة لما بتبدأ الحملة بيحصل انتشار غير طبيعي لفرق وزارة الصحة المكلفة بالتطعيمات، فبنلاقيها منتشرة في النوادي وفي المدارس، موجودة في الميادين الكبيرة، موجودة في الشوارع، حتى الفرق التمريضية بتجوب المناطق على البيوت وخاصة في الأرياف، فبنجد إن المستهدف بيتحقق بنسبة أكثر من حوالي 98%. في ظل وجود التطعيم الإجباري للأطفال من عمر يوم وحتى عام ونصف، على مدار هذه الفترة بيكون في تطعيم منتظم لشلل الأطفال في كل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، و
هو كتطعيم اجباري، لكن الحمله النهارده مختلفه لانها تشمل كل المصريين والاجانب، بتؤكد على عدم انتشار المرض، وده في اطار الاجراءات الاحترازيه اللي بتتخذها وزاره الصحه سنويا لمنع انتشار هذا المرض او وجوده، او ان يكون وافد لينا من خلال الاجانب اللي بيترددوا على مصر من وقت الى اخر. أستاذ وليد، يعني حضرتك سمعت طبعا أكيد ومتابعة الحالة الإيجابية لفيروس كورونا اللي عملت ذعر للمصريين امبارح اللي هي في مصر، والمفروض أنه هذا المريض أو هذا الأجنبي اللي بيحمل الفيروس ما كانش عليه أي أعراض كمان لهذا المرض، إيه آخر التطورات؟ الحقيقة الحمد لله برضو فضل من الله سبحانه وتعالى ان حتى الان رجال الحجر الصحي في المطارات الموانئ قايمين بدور على اعلى مستوى، وبيتم فحص جميع القادمين من الخارج خاصة من المناطق الموبوءة وعلى رأسها الصين. الحقيقة التطورات هو منذ اكتشاف هذه الحالة هي حالة ايجابية، بمعنى انها تحمل فيروس كورونا وليست عليها أعراض المرض، وفي فرق كبير جدا ما بين إنه يكون هذا الشخص يحمل الفيروس وتظهر عليه أعراض المرض، وفي فرق برضو إن الشخص نفسه يكون حامل الفيروس وما ظهرتش عليه الأعراض. لو ظهرت عليه الأعراض بيبقى معدي ويشكل خطورة، بينما لم تظهر عليه الأعراض الفيروس ما زال كامنا ولكن يجب التعامل معه. اللي حصل ان وزارة الصحة في حاجة اسمها ما يسمى بكروت المراقبة الصحية لكل القادمين من الخارج وعلى رسوم الدول الموبوءة، مش بس الصين، اي دولة على مستوى العالم بيتم تحرير ما يسمى بكارت المراقبة الصحية، وبيحصل تتبع للشخص ده على مدار 15 يوم. اللي حصل ان هذا الشخص لما دخل، هذا الراكب الاجنبي وهو صيني الجنسية، حصل له عملية تتبع من خلال المسوحات الكتيرة اللي بتقوم بيها وزارة الصحة ورجال الترصد الوبائي ومكافحة العدوى والأوبئة في قطاع الطب الوقائي. مع استمرار المسوح استطاعوا ونجحوا ان هم يكشفوا عن هذه الحالة ولم يكن يظهر عليها المرض، وبالتالي تم اخذ مسحه من الحل وتحليلها وتحليل كل المخالطين لهذا الشخص، وهم عددهم تقريبا بالشخص المصاب 17 واحد، والحمد لله ثبتت سلبيه العينات للاشخاص المخالطين، لكنهم ما زالوا تحت العزل المنزلي، يعني موجودين بيتم متابعتهم في البيت. اكيد بشكرك شكرا جزيلا استاذ وليد عبد السلام المسؤول عن ملف الصحه باليوم السابع. احنا كده طبعا اطمنا جدا جدا، وان شاء الله ما فيش اي حاجه، علشان امبارح على شبكات التواصل الاجتماعي الناس جالها طبعا حاله ذعر، لكن خلينا دايما نقول ان احنا بنلتزم باجراءات السلامه العاديه، ودايما بنقول الوقايه خير من العلاج. مش لازم بقى سلامات واحضان وبوس، يعني ممكن احنا مش معناه ان احنا ما بنحبش بعض، لا، ممكن نحب بعض ونسلم على بعض من بعيد، نغسل ايدينا بميه وصابون دايما، نتجنب التجمعات في الاماكن الزحمه الفترة دي لحد ما تعدي. وهو الجميل كمان في الموضوع يا مها فكرة الشفافية، يعني فكرة انه الدولة المصرية البعض كان بيتكلم في انه يعني مصر كذا او الى اخره، لا، اول ما ظهرت عندنا حالة سواء هنا او هنا تم الاعلان عنها بشكل مباشر، وده اظن حضراتكم سمعتوه كمان من تصريحات مدير منظمه الصحه العالميه اللي موجود في مصر السيد جون جابور، لما قال يا جماعه احنا بنشيد بجد بكل الشفافيه اللي اتعاملت بيها الدوله المصريه. وكمان خلونا نرجع نقول انه النهارده احنا بنتكلم عن حاله واحده فقط، مفيش داعي اي داعي للذعر ولا للقلق ولا للخوف ولا لكميه الهلع الموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي. ان شاء الله الدوله المصريه قادره على التعامل مع هذا الموقف خلال المرحله اللي جايه باذن الله. خلونا دلوقتي نروح نشوف مع حضراتكم خدمات صباح الورد، خلونا نشوف أسعار السلع والخضروات والفاكهة في السوق المصري، وكمان أسعار العملات، يا ترى النهاردة أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية الأخرى إيه، وأسعار الذهب والفضة. نشوف ونرجع نكمل الكلام.
دي كانت بقى زي ما حضراتكم شفتوا اسعار العملات والذهب واسعار الخضروات والفاكهه في السوق المصري. خلونا بقى نروح مع حضراتكم لخبر اخر. اليومين اللي فاتوا دول كان خلاص المفترض نهايه الاوكازيون الشتوي اللي كانت اعلنت عنه وزاره التموين والتجاره الداخليه، لكن في قرار صدر امبارح بمد الاوكازيون كمان اكتر من شهر اضافي عشان عيد الام. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وكل ام في مصر طيبه وبخير يا رب، وعلى مستوى العالم دايما يا رب كل الامهات بخير. تم يعني مد فتره الاوكازيون لحد بعد عيد الام. الوزاره كمان اعلنت ان لو في اي جهه عايزه تشارك في الاوكازيون الفتره اللي جايه هتكون ملزمه بان هي تحصل الاول على موافقه من مديريات التموين والتجاره الداخليه الواقع في دائره المحال التجاريه بتاعتهم، وكمان الالتزام بالاعلان عن ثمن السلع المعروضه قبل الاوكازيون والتخفيض عشان المواطنين يكونوا شايفين الفرق بين السعر الاول والسعر بعد التخفيض. يمكن لاحظنا في الفترات اللي فاتت لما بيجوا الناس يتكلموا على البلاك فرايداي والوايت فرايداي انه ناس كتير على شبكات التواصل الاجتماعي بقت تحط فرق اسعار، وكان بتكتشف انه في نوع من الخداع في الحقيقه في تحديد السعر ما قبل وما بعد. لكن خلونا نستقبل اتصال من الاستاذ احمد ابو الفضل مدير الاداره العامه للرقابه التجاريه بالتموين عشان نعرف منه كمان تفاصيل اكتر عن الاوكازيون. وصباح الورد واهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك فندم، صباح الورد عليكم وعلى جميع الشعب المصري. فندم احنا عرفنا طبعا انه فتره الاوكازيون اتمدت شويه بمناسبه عيد الام، ولكن عايزه تفاصيل اكتر بقى عن اللي حابين ان هم يشاركوا في الاوكازيون او ينضموا ليه في الفتره اللي جايه. هو حضرتك استجابه لرغبات التجار تم مد فتره الاوكازيون الشتوي لمده شهر اخر حتى 21/3/2020. بمناسبه طبعا في مناسبه اجتماعيه جميله جدا كلنا هنعيشها وهي مناسبه عيد الام. صحيح. كل سنه وكل ست الحبايب بخير يا فندم. دي رغبه التجار، دي حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم لاحظنا ان في اقبال كبير جدا من قبل المستهلكين على التخفيضات. استجابه الرغبات برضه المستهلكين تم مد فتره الاوكازيون برضه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بحب اطمن الساده المواطنين ان في تكثيف حملات رقابيه على جميع المحلات. علشان المواطن يحس بالامان وهو نازل يشتري حاجته. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم احنا لقينا برضو في استجابه لمحلات كتيره جدا بالتوجيهات اللي احنا بنديها لهم، لان معظم التجار بصراحه داخلين في المنظومه الاقتصاديه والتنميه المستدامه بطريقه جميله جدا ومتعايشين مع الوضع الحالي اللي احنا عايشينه. طيب استاذ احمد لو جينا نتكلم عن يعني طريقه التعامل مع بعض التجار اللي قالوا ان هم هيشاركوا في الاوكازيون وعلى الجانب الاخر ما بيلتزموش بفكره التخفيضات او بيعلنوا عن اسعار وهميه لمجرد انه يكون في حملات، وبعد هذه الحملات بيرجعوا تاني يمارسوا عمليه البيع والشراء بالاسعار الخارج الاوكازيون. اولا ايه هي الطريقه اللي بيتم التعامل معاها في يعني بيها مع التجار في هذه النقطه تحديدا؟ هو حضرتك صدقت في الكلام اللي حضرتك بتقوله، في بعض التجار فعلا بيعملوا كده، ولكن بيتم التعامل معهم بكل جديه وكل حسم. بيتم تحريم محضر ليهم، بيتم توجيهه للقسم التابع ليه على ان يعرض على السيد الوكيل النائب العام وتبقى قضيه عليه. القضيه دي يا فندم بيبقى فيها حاجه من اثنين، يا حبس يا غرامه حسب رؤيه القاضي وحسب معاوده هذا التاجر لارتكاب هذا الفعل مره اخرى. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد أبو الفضل المتخصص من إدارة مدير التجارة الداخلية بوزارة التموين، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. خلونا بقى ننهي أخبارنا النهاردة بخبر مهم بيهم عدد كبير جدا من قطاع المعلمين في مصر اللي قدموا في مسابقة 120,000 معلم الخاصة بوزارة التربية والتعليم، واللي كان في مؤخرا في كلام كتير بيتقال إنه في قرار صدر بإلغاء المسابقة عشان ما فيش مخصصات مالية كافية لاستكمال هذه المسابقة. المهم ان احنا بنؤكد ان المسابقه مستمره وما فيش اي نيه للالغاء على الاطلاق، وان الكلام اللي بيتقال ده مجرد شائعات يعني عاريه تماما من الصحه وملهاش اي اساس. وزاره التربيه والتعليم مستمره في اجراءات التعاقد وده طبقا للشروط المعلنه من خلال البوابه الالكترونيه. لكن خلونا نستقبل كمان اتصال من الاستاذ زكي السعداني المسؤول عن قطاع التعليم في جريده الوفد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا استاذه مها، واهلا بالاستاذ اسامه، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير. يعني الشائعات اللي قالت ان المسابقه اتلغت، يعني ايه الغرض منها وده ممكن يكون تاثيرها ايه على الناس؟ هو الغرض منها اثاره البلبله واثاره الفتنه بين المعلمين واثاره وطبعا ده الغرض منه معروف ومفهوم منه من وراء هذه الشائعات.
وهذا الكلام غير صحيح طبعا جملة وتفصيلا، يعني لا إلغاء للمسابقة كما أعلن نائب الوزير لشؤون المعلمين الجديد الدكتور رضا حجازي، وإن المسابقة دي هتاخد 120 ألف معلم، والإجراءات مستمرة في تسجيل بيانات المعلمين ومراجعة أوراقهم ومراجعة البيانات بتاعتهم وإجراء الاختبارات اللي هي المحددة ليهم، الاختبارات النفسية واختبارات طبية ولتسجيل رغبات اللي هم المتقدمين. نعم. المسابقة هي تعذر قبول المعلمين حاليا أو تشغيلهم لحين تدبير الموارد المالية للمرتبات هؤلاء المعلمين، لأن في عجز طبعا في الموارد، يعني بسبب هذا التعذر فبقى في فترة فراغ سمحت لهذه الشائعات أن تظهر. بالظبط كده، هي تأجلت شوية لأنها تأخرت تنمعاتها في ديسمبر أن هم يبتدوا مع الفصل الدراسي الثاني، ولكن التأخر ده هو اللي فتح باب المجال للشائعات وأن المسابقة اتلغت وأن الكلام ده كده، وهو اللي فتح هذا المجال القصب لهذه الشائعات. تأخر بس قبولهم أو تأخر تشغيلهم في المدارس، لأنه هو كان محدد لهم أنهم مع أول الفصل الدراسي الثاني ان هم يشتغلوا وان هم يستلموا اعمالهم في المدارس عن طريق المديريات. يعني كان المفروض يكون في تنبيه من البدايه انه في تاخير عشان يعني درءا للشائعات في مهدها. ما هو ده اللي حصل، وترد عليه فعلا من جانب الوزاره ان فعلا في التاخير بسبب كذا، وكانت في مصارحه يعني تمام ان ما فيش موارد ماليه وان الموارد الماليه بيجري تدبيرها ده حاليا، انما المسابقه بحد ذاتها كمسابقه وكقبول وكتسجيل وكتشغيل للمعلمين دي قائمة ولم تلغى، وأنا بأكد على هذا الكلام لأن هذا ده موجود، والمعلمين اللي سجلوا بياناتهم عن طريق البوابة الإلكترونية للتوظيف دول تم فعلا فحص أوراقهم وبياناتهم وجاهزين للتشغيل وجاهزين لاستلام أعمالهم. هي المسابقة، وبعدين المسابقة مش مسابقة تعيين على فكرة، المسمى برضو هنا برضو مشكلة في المسمى، المسمى بتاع مسابقة التعيين ليست مسابقة للتعيين، هي مسابقة للتعاقد المؤقت لمدة عام يجدد كل 3 سنوات، واخد بال حضرتك؟ يعني مش مسابقة للتعيين الدائم أو التعيين أو التوظيف، هي مسابقة للتعاقد بتسد عجز عشان في عجز في المعلمين. أستاذ زكي، يعني إيه عقد يجدد؟ يعني إيه عقد سنوي يجدد كل 3 سنين؟ مش المفترض يبقى كده عقد بثلاث سنين؟ يعني هو الوزارة بتتعاقد معايا لمدة عام، أنا بدرس الفصل الدراسي الثاني بيستمر التعاقد ده لمدة عام. تمام. بعد ما ينتهي التعاقد أنا بجدد معاك التعاقد الثاني لسنة ثانية. تمام. لسنة ثالثة. الإجمالي سنوات التعاقد 3 سنين. 3 سنين. واخد بال حضرتك؟ بيجدد كل سنة، يعني مش مستمر أنت 3 سنين. لا، هو أنت بتتعاقد لمدة سنة، تخلص السنة بنجدد معاك التعاقد ثاني لسنة ثانية. لكن فترة التعاقد بشكل كامل المسموح بها في التعاقد فيها هي 3 سنين فقط. لا، هي في الاول المسموح بها سنه واحده. يعني ممكن ما يجددش معاك التعاقد بعد السنه دي، يعني تمام. ممكن تاخد سنه بيجدد سنويا يعني. تمام. واخد بال حضرتك؟ هي ده الفكره بتاع المسابقه بتاع التعيين المؤقت، انما في معلمين، مجموعه من المعلمين حوالي 20 و30 ألف او 30 ألف ادوا الاختبارات وادوا البتاع، هي كانت على 4 مراحل. المرحلة الأولى الثانية، المرحلة الأولى انتهت من الاختبارات، المرحلة الثانية كان فاضل المرحلة الرابعة لإجراء الاختبارات، وديت هي اللي اتأجلت بس الحين تدبير الموارد المالية الخاصة بالتعيين. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ زكي السعدني المسؤول عن قطاع التعليم في جريدة الوفد، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. دي كانت آخر أخبارنا في فقرة الأخبار لهذا اليوم. نذهب الآن مع حضراتكم إلى فاصل، بعد الفاصل هتستمر مع حضراتكم الزميلة مها بهنسي وثلاث فقرات مهمين جدا تسيطر عليهم شوية بمناسبة عيد الحب، كل سنة وحضراتكم بخير دايما يا رب، يعني فقرات غنائية وفقرات لها علاقة بالإتيكيت شوية، كل سنة وحضراتكم طيبين، فقرات لطيفة جدا يا مها إن شاء الله زي ما عودتينا دايما بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا حضراتكم مع الزميلة مها بهنسي وفقرات مهمة جدا، ودايما صباحكم صباح الورد.
ضيفنا في الحقيقة متعدد المواهب، هو مش بس ممثل زي ما احنا شفنا، لا كمان مخرج ومؤلف، وكمان حصل على العديد من الجوائز من بعض أعماله. احنا بنتكلم على مسلسل تفاحة آدم، مسرحية الفيل الأزرق وزين نقف عندها دي، مسلسل زيبق كلبش 2، ربع رومي، اختفاء، مسرحية الملك لير، كلها أعمال مميزة جدا. وكمان يعني حصل على أفضل بلقب أفضل مخرج عام 2012 رغم المنافسة الشرسة جدا اللي كانت موجودة في المسابقة. هنعرف تفاصيل أكتر. منورنا في الاستوديو الفنان الشاب أحمد صبري غباشي. صباح الورد وأهلا بيك. صباح الفل. إيه الحاجات الكتير دي؟ ما شاء الله تاتش وود، أنا مش عايزة أحسد يعني، صح؟ يعني وإحنا بنتكلم عن تأليف وإخراج وتمثيل، التوليفة الثلاثية دي بتوازن ما بينها إزاي؟ هو يعني باختصار انا بحاول استخدم كل المقاومات دي في اني اقدم، في اني اتعجن في الفن بشكل عام، يعني سواء كان مسرح او حتى شغل في الفيديو او كتابه، او انا برضو ليا كتب او تمثيل او اخراج ايا كان. فانا حابب الموضوع جدا، حابب كل ما بيستفز في المتفرج فكره الادرينالين، او ان هو يحس حاجه، او هو يقول يتفرج على حاجه يقول الله. فبس بستخدم الاسلحه دي، لو هنسميها اسلحه يعني، في ان احقق ده بشكل ما. انا اخذتك على حاني ودخلت في السؤال اللي هو المفروض يكون مثلا سؤال رقم 3. لا انا جاهز. خلينا في البدايه يعني تعرف نفسك للجمهور اكتر بقى، يعني بدا يعني خريج ايه، الدراسه بتاع من دفعه كام، بقالك كام سنه في هذا طبعًا. المجال اول مجال بدات فيه من الثلاثه كان انهي مجال بالظبط؟ الاول خلص كان الكتابه، انا في الاساس بعتبر نفسي كاتب، بدات من الكتابه ومن خلالها دخلت للمسرح وللتمثيل بشكل عام يعني. انا خريج اداب انجليزي دفعه 2011 جامعه المنصوره، بعد كده دخلت معهد فنون مسرحيه سنه 2013 وتخرجت في 2017، وحاليا يعني بمارس التمثيل والاخراج، ومعيد في كليه فنون سينما ومسرح في جامعه بدر. أو ما شاء الله حاجات كتير برضو، صح؟ يعني مش كده؟ طيب خلينا كمان نقول ان انت فزت بلقب افضل مخرج من بين 254 مخرج في مهرجان افاق 2012، كان رد فعلك ايه وقتها، وهل كنت تتوقع هذا الفوز؟ هو انا ما كنتش مستنيه قوي، لان انا كان كل اللي يهمني في الموضوع هو المسرحيه نفسها، كانت تحدي بالنسبه لي على مستوى الورق وعلى مستوى الشغل نفسه. مفيش قصه عظيمه ورا الموضوع يعني، هو بس تعبت وحاولت اجتهد انا والفريق بتاعي وخدنا الجائزه يعني، رغم مجموعه من التحديات اللي ممكن يكون يواجهها فرق شابه كتير يعني. وكنت محظوظ بده، كان 2012 كان قبل ما اخش المعهد كمان، فكان بالنسبه لي يعني دفعه معنويه كده تقول لي، او اشاره بتقول لي كمل في الطريق ده، لان كنت وقتها لسه مخلص دراسه في اداب انجليزي، وكنت لسه محتار هروح فين، يعني هكمل في كارير الشغل للحياه العمليه العاديه زي ما ناس كتير من اصدقائي راحت، ولا هكمل في همشي ورا شغفي اللي انا بداته من الاساس يعني. فالحمد لله مشيت ورا شغفي، جريت ورا شغفي. ايوه شغفك للكتابه اللي هو كان في البدايه معاك كانت كتابه، هل ده كان قبل ما تدرس اداب انجلش ولا اثناءها اكتشفت؟ لا قبل. انا من زمان جدا انا متعلق بالكتب وبالقرايه، وحتى بكتب من زمان جدا برضو، من طفولتي بكتب حاجات عبيطه، بس مع الوقت اتطورت فما بقتش حاجات عبيطه، بقت حاجات كويسه. بتكتب من سن قد ايه وانت صغير؟ بكتب من ابتدائي يعني، فاكر زمان ان انا كنت من صغري، حتى اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي، كنت بجيب كتب وانقلها نقل حرف يعني. أوكي. واكتب اسمي عليها عشان يعني يبقى استمتع باحساس ان يبقى ليه كتاب، او ان ده الكتاب ده عليه اسمي. طيب امتى كتبت اول كتابه مستقله بيك؟ بدات اكتب حاجات يعني نوعا ما شايف انها قابله للعرض على جمهور من 2004. اول كتاب نشرته كان نهايه 2007، نزل في معرض كتاب 2008، وقدمه لي دكتور احمد خالد توفيق الكاتب الكبير، طبعا هو اللي كان كتب لي مقدمه الكتاب يعني. وبس مع الوقت نزلت اكتر من كتاب بعدها واعتبرت نفسي كاتب. اكتر لون بتميل ليه في الكتابه ايه؟ لا مفيش، انا ضد التصنيف عموما في الفن. أوكي. سواء في الكتابه او في التمثيل، انا مع اللعبه الحلوه او اللي يستهويني يعني. ممكن تيجي عليا فتره اكون محمل بطاقه رومانسيه عظيمه فاقوم مطلع حاجات حنينه كده. ايوه. تيجي عليا فتره انا النزعه الساخره برضو عندي اعتقد بتغلب في اعمال كتير كتبتها. بس العمل هو الفيصل يعني، هو اللي بيفرض لغته، العمل اللي انا بكتبه او العمل اللي انا بخرجه او بمثله هو اللي بيفرض المناخ بتاعه، مفيش تصنيف ناشف او جامد يعني بمشي فيه. بس تاليف، اخراج، تمثيل تلفزيوني ومسرحي وسينمائي، وعملت اعلانات، ايه اللي دخلك سكه الاعلانات وهي اعتقد بتبقى مرتبطه اكتر بالمودلز يعني؟ انا اشتغلت شويه في الموديلنج بس مش بشكل مكثف، بس هو الوسط علمنا ان انا امشي في كل حاجه. حسيت ان في علاقه؟ في علاقه طبعا، في علاقه اكيد، لانه الاعلانات اولا الاعلانات عندنا بقت افكارها ذكيه جدا، وبقت اعمال فنيه فعلا مستقله يعني. ممكن تتفرج على الاعلان تحس ان ده عمل فني حلو، في فكره وفي ورق وفي تصوير وفي اخراج وفي تمثيل كمان. صحيح.
فبس النوع ده استهواني جدا، واعتقد عملت حاجتين ثلاثه من النوع ده يعني، وفي حاجات منها علمت، في اعلانات ضربت جامد مع الناس يعني لحد دلوقتي الناس فاكراها. البعض بيشوف انه ممثل الاعلانات او تمثيل الاعلانات عند الممثل بيبقى فيها تحدي اكبر. ليه؟ لان هم 30 ثانيه وانت لازم توصل فيهم المشاعر المطلوبه منك بالزبط. وما عندكش البراح اللي ممكن تقابله وانت بتصور سينما، بتصور دراما بالزبط. هنعيد تاني، مش كده؟ ده حقيقي. يعني التحدي كان اكبر. هو الموضوع مكثف قوي يعني، فكرته تمثيله اخراجه، فلازم وكمان ميزه الاعلانات مخطورتها انها بتتعاد كتير جدا. فكده كده الناس بتفتكرها، لو هو حاجه كويسه وما يعني متعوب عليها صح، الناس هتفضل فاكراها وبتشيد بيها يعني. ما استمرتش في الاعلانات لانه ما فيش عروض تانية، ولا انت اخذت قرار انك مستكفي كده مش عايز لا تتعمل. انا مستمر عادي في الاعلانات، لسه كان في اعلان ليا قريب مكمل في الموضوع، ما فيش مشاكل مكمل يعني. مكمل بالتوازي مع اللي انا بعمله يعني. طيب عايزين نمسك بقى عمل من الاعمال اللي بنتكلم عنها. نبدا بايه زي ما انت عايز؟ الفيل الازرق كانت مسرحيه، كانت مسرحيه في دار الاوبرا 2014، وكانت بتتعمل وقت عرض الفيلم يعني اول اللي هو الجزء الاول يعني. دي روايه احمد مراد. اتعملت مسرحيه، كان احمد مراد بنفسه هو المشرف على التجربه، وكان معانا في البروفات ومتابع وبيتولاها. انت شاركت فيها كاخراج؟ لا كبطوله، كممثل. كنت عامل دور شريف الكردي اللي هو المجنون اللي كان عامله خالد الصاوي. كان دور صعب جدا طبعا، وتحدي صعب جدا وغريب كمان، دور يعني فيه طاقه كده نفسيه صعبه. أيوه. وكان فيه تحولات يعني، كان مجهد كمان عصبيا. صحيح. وحركيا بس. الحمد لله المسرحيه عملت صدى كويس جدا، وكان احمد مراد موجود ومروان حامد برضو موجود، يعني اتبسطوا بالعرض وبس. الفيل الازرق ذهنيا عند الناس الفيلم السينمائي يعني، الروايه والفيلم السينمائي. اما الروايه بتبتدي تترجم لعمل سينمائي وعلى عمل مسرحي، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ فرق كبير طبعا. هو كل وسيط منهم له لغته يعني. المسرح عشان احول روايه للمسرح، فمبدئيا العرض اللي كنا عاملينه كان عرض راقص يعني، يغلب عليه طبع الحركه اكتر. ميوزيكال. ميوزيكال. انت كان في مشاهد كتير بتعمليها مستغنيه اصلا عن الحوار، ومستغنيه عن كان التعبير بالرأس والموسيقى اكتر والجسد اكتر. طبعا كان في حوار، بس قصدي ان ده كان الطابع العام اللي يغلب على المسرحيه، فطبعا مختلف عن الفيلم بشكل كبير يعني. نقول الاختلاف بس ما نقولش مثلا ايه اصعب ايه اسهل. صعب المقارنه. صعب المقارنة. يعني هو اختلاف بالظبط. كلبش مش كده؟ نتكلم على تجربتك مع كلبش، ازاي اتعرضت عليك وفرصه الدور جات لك ازاي؟ هو الدور تجالي على فكره، صورت وقت اللي يعني كان المسلسل بيتعرض، هم كلموني متاخر جدا، كلموني بعد اثناء تصوير المسلسل بشكل مفاجئ يعني، وعملت دوري في المسلسل، واعتقد هم كانوا 3 أو 4 مشاهد بس يعني سابوا اثر كويس عند الناس، وكنت محظوظ بده. وانا كان في سابق معرفه مع المخرج بيتر ميمي، وكانت حاجه لطيفه جدا بالنسبه لي ان انا اشتغل معاه وبس. الحمد لله نجح يعني. هنتكلم عن كونسبت جديد او مش جديد يعني، هو مش فاميليير او مش فاميليير عند الناس، مش مألوف عند الناس، وهو الفيلم الاذاعي. فيلم سفاح المستنقعات لاحمد خالد توفيق. ايه قصه الفيلم الاذاعي ده؟ هو من فتره اتعودنا على مسلسل اذاعي بس. أيوه فيلم اذاعي ايه بقى؟ هو دكتور احمد خالد توفيق طبعا كاتب غني عن التعريف يعني، كاتب كبير، وبقى في اتجاه حاليا كمان انه اعماله بتترجم لاعمال فنيه كتير، مسرحيه وسينمائيه وتلفزيون. مؤخرا اتعمل له مسلسل زودياك، وحاليا بيتعمل مسلسل مراء الطبيعه عمرو سلامه بيخرجه تبع نتفليكس او الانتاج، وبقى في اتجاه، ودي حاجه كويسه جدا طبعا، لان هو كاتب ساري جدا وعلامه ضخم يعني. فاحنا يعني خدنا اصطدنا حاجه من حاجاته كده، وان شاء الله مش تبقى اول حاجه يعني. شركه اسمها رواه، او منصة رواه، دي منصة للكتب المسموعة او الاذاعية، بتخلي تحول الكتب لافلام صوتية. اوجي بوكس. بالظبط. اوكي. الفيلم هينزل قريب جدا على كتراك واحد مسموع على ابلكيشن رواه. افلام صوتية مش كتب صوتية يعني. لا. مش قاعد اقرا الكتاب، انا لا بمثل. لا. الكتاب. بالظبط. بمثله كفيلم اذاعي زي لو فاكرة زمان جو المسرح الاذاعي بتاع مسرحيات البرنامج الثاني، حاجة بنفس الشكل مع طبعا تطور التقنيه والاخراج فيها. هو من اخراج مخرج شاب اسمه احمد مجدي. وكان ليا الشرف ان هم يعني، انا بحب جدا دكتور احمد، ففكره ان انا امثل له اعمل بطوله العمل ده كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي يعني. وان شاء الله ينزل قريب جدا. سفاح المستنقعات يعني تصنيفه هيبقى ايه؟ رعب؟ هو قصه من اسمه كده. واضح طبعا. صح. واضح من البوستر يعني، حاجه مرعبه. هو عن قصه في كتاب صدر مؤخرا دكتور احمد، صدر حتى بعد وفاته، اسمه رفقاء الليل. وعايز برضه انتهز الفرصه عشان اشيد بصفحه دكتور احمد خالد توفيق على الفيسبوك اللي انا واحد من فريقها، لان هي
على مدار 11 سنه من 2009 لحد اللحظه دي تعتبر منبر لكتاباته وارائه والتواصل مع الناس باشرافه هو شخصيا. ف اعتقد ليها اثر كبير جدا. انت متاثر بيه قوي دكتور احمد خير توفيق. بحبه جدا طبعا. صح وعامل له صفحه و... طبعا طبعا. هو صح. ايه اللي شدك ليه من وسط كتاب كتير؟ احنا كانت بتجمعنا علاقه طبعا علاقه صداقه قويه جدا. وهو كاتب الكلام عنه يطول طبعا واتكلمت عنه كتير، بس باختصار هو كاتب صادق جدا وغير مدعي، وقدر ان هو يبقى بشكل حقيقي جدا اب روحي لاجيال كتير من الشباب بعيدا عن حتى اضواء الاعلام. ما استغلش الاعلام يعني، او مش الاعلام اللي فرضوا على الناس، لا بالعكس هو وصل لهم، عارف ازاي وصل لهم، ودي حاجه تحسب له، وكان مسلي وصادق. هي دي الصفحه اللوجو بتاع الصفحه؟ ده مشروع ضاد. الصفحه صفحه دكتور احمد تابعه لي، وبرده هو بيدير يعني مشروع مهم جدا بنفس العمر من 11 سنه بيخدم الادب العربي او الاعلام بشكل كبير، من خلاله بنحاول ننشر اقتباسات كتير لادباء. يعني دي صفحه على الفيسبوك اسمها ضاد. هو مشروع عباره عن مجموعه من الصفحات الكبيره جدا بتوصل تقريبا لما يقرب من 3 مليون متابع. هدفها الاساسي اثراء المحتوى العربي والثقافه العربيه. فين يعني؟ تابعها على الانستغرام، على الفيسبوك بشكل اساسي. يعني تكتب ضاد فهتطلع لك وتعمل يعني لايك فولو. بالظبط. فهي بقى ليها الاصدارات بتطلع على الصفحه. ده حقيقي جدا، وليها فعاليات كتير كمان، ندوات او مسرحيات، او هي بترعى حاجات كتير جدا بنقوم بيها. تجربه تانية يعني اعتقد ان هي هتبقى وسم على صدر اي فنان، واكيد انت بتعتز بيها لما نشتغل مع لما تشتغل مع عملاق زي دكتور يحيى الفخر. طب والملك لير، التجربة دي تقول عنها ايه؟ ازاي الاول تم يعني تعرض عليك العمل؟ الترشيح تم من المخرج تامر كرم، و بناء على ايه؟ كان شافك في ايه؟ في سابق معرفة، كان في سابق معرفة بيننا يعني. بس كان اول تعامل فني. اوكي. لما دخلت بقى عالم الملك لير كان بالنسبه لي بوابه كده لعالم اخر من قريب قوي من الادب انجلش، من الدراما. الدراما يعني. لا وغير كده كمان انا اجتمعت بممثلين المفضلين يعني، لقيت نفسي واقف فجاه وسط يحيى الفخراني اللي هو خواجه عبد القادر اللي كنت اتفرج عليه مبهور جدا، واحمد فؤاد سليم اللي هو بطل نفس المسلسل، انا بحبهم الاثنين جدا. والنوس خبر يعني من خواجه عبد القادر والنوس اللي هو لا هو ممثل عبقري، ممثل اداؤه عالمي يرقى العالميه. صحيح. فعلا هو مدرسه في الاداء، وانا اتعلمت منه كتير جدا على المستوى الانساني وعلى مستوى الشغل. صحيح. ممثل متواضع وبيشتغل على نفسه يعني، حتى ما عندوش فكره ان انا وصلت بقى لدرجه من النجوميه والعظمه ان انا خلاص بقى يعني اثبت ادائي او اقدم الكاركتر اللي نجح مع الناس. لا هو طول الوقت ناجح، بيبقى حريص انه يطور من نفسه ويشتغل على نفسه. بس مشروع اخر هننطلق فيه ونتكلم عنه، هو فيلم مشروع مزامير داوود. ايه قصه الفيلم ده؟ هل هو فيلم اذاعي ولا لا؟ فيلم درامي قصير. شارك في مهرجانات كتير وكنت بجسد فيه، هو تجربه خاصه شويه لان كنت بجسد فيه دور النبي داوود بشكل تعبيري كده يعني. الفيلم باختصار بيرصد حاله انه الفن ممكن يكون وسيله من وسائل سمو الروح يعني، ما هواش مش متعارض مع الديانات. لا هو اكيد وسيله من بالظبط، بس هو مش ممكن، بس بيركز بقى على ده بشكل صوره وبشكل مشاهد يعني. اوكي. عن طريق ان كلمنا عن فريق العمل يعني. كان اخراج دينا رفاعي، هي طالبه او مخرجه في معهد سينما، وتصوير حسن الزناتي. هو مجموعه بصراحه واعيه جدا. ومزامير داوود ده الكفر بتاع الفيلم. أيوة. ومكتوب ده العبري بتاعه. ده العبري. اوكي. لان هو كان لصيق شويه بالثقافه العبريه او بس. فهو شارك في اكتر من مهرجانات دوليه يعني وعربيه، ولازال هو للاسف لسه ما تمش عرضه على الانترنت، بس هيبقى قريبا ان شاء الله يعني. يعني مش هنحرق الفيلم، بس هو الرساله الاساسيه ليه غير انه الفن انه الفن لا يتعارض مع الدين، بالعكس ممكن يكون وسيله اصلا للتقرب من الله يعني. وحاجه هو حاجه فطريه، ما هوش حاجه مصطنعه او حاجه سيئه يعني باي شكل. صحيح. انا حابب برضه اتكلم عن تجربه مسرحيه هولاكو. أوكي. دي اخراج المخرج الكبير جدا جلال الشرقاوي. وجلال الشرقاوي انا اشتغلت طبعا يعني على مدار 15 سنه تقريبا في المسرح، اشتغلت مع مخرجين كتير جدا، بس هو يعني يعتبر اكثرهم انضباطا، بتعلم منه ازاي يتم اداره العرض. خلينا نقول طبعا يعني القدير والعظيم جلال الشرقاوي هو من يعني طبعًا. من قاده عمالقه المسرح. ده حقيقي. وبنوجه له كل التحيه وربنا يديله الصحه يا رب. جدا. فكلمنا عن التجربه. مسرحية هولاكو دي مسرحية حاليا بتجهز للمسرح القومي، وانا يعني بروفاتها قائمة يعني موجودة النهاردة، هطلع من هنا على البروفة. شغالين بقالنا شهور طويلة بروفات مكثفة، وطبعا اتعلمت كتير جدا من الأستاذ جلال ومن المجموعة الكبيرة اللي معانا، الأستاذ أشرف عبد الغفور البطل، دكتور أيمن الشيوي برضو بطولة،
استاذ عفاف شعيب ومجموعه كبيره جدا من الممثلين، وانا ليا الشرف ان احد ابطال المسرحيه هتبقى على المسرح القومي قريب جدا، وكاتبها لينا الشاعر الكبير فاروق جويده. هي مسرحيه شعريه وهو نص جديد عامله لنا مخصوص يعني، واعتقد هيبقى فيها عناصر فرجه كويسه جدا وهتبقى ممتعه جدا للجمهور، فاتمنى لكل حضراتكم وكل الجمهور يشرفونا فيها، هتبقى حاجه عظيمه ان شاء الله. يعني عمالقه سواء جلال الشرقاوي او عفاف شعيب او اشرف عبد الغفور محافظ الالقاب طبعا. طبعا طبعا. انت ازاي بتتعايش كده عادي مفيش رهبه؟ يعني انا تصوري مثلا ده لو قعدت قدام اي حد من اساتذه الاعلام بتوعي هكون بترعش كده، فان هو داخله كمان اشتغل معاهم دي بتبقى حاجه. هو انا شغفي على الالف الاول في الاول طبعا، بس بعد كده الموضوع يعني شغفي بيخليني احاول اكتر اني لا لازم استمتع بالموضوع، مش هاخد وقت كبير في الرهبه عشان ما اضيعش مني حاجات كتير. فالحمد لله ده حاصل، وان شاء الله تبقى انا كمان محظوظ ان انا واقف قدامهم الاثنين استاذ اشرف واستاذ عفاف في مشاهدي معاهم. يعني انا بعمل دور ابو بكر اللي هو ابن خليفه المستعصم، هي بتدور باختصار في فتره سقوط الخلافه في بغداد وليها اسقاطات على الواقع، وفي مزج حاصل كده بين الواقع وبين طبعا في يعني شو ميوزيكال واستعراضي وكده، فان شاء الله تبقى حاجه ممتعه جدا للجمهور باذن الله. طيب احنا بنتكلم على بقى شخصيه يعني التأدية بتاعتها يمكن كانت في كل الأعمال الدرامية في السينما بتتنقل بشكل إلى حد ما سطحي وكرتوني، وهي شخصية الدرويش. يعني الدرويش دايما واخدة بعد أنه مجنون، أنه حد لا يؤخذ عليه، أنه حد شكله غريب. كيف تناولت شخصية الدرويش في الفيلم؟ واحنا عارفين انه في عز البرد انت كنت لابس لبس خفيف، فدي من متاعب المهنه، دي حاجه بسيطه بس من متاعب المهنه ان انت ممكن تصور شتوي وانت في الصيف او العكس، او تصور صيفي وانت في عز الشتاء. يعني احكي لي عن تجربه الدرويش اللي يعني من كتر الاتقان يعني وصلت لمهرجان كان ومشاركتها في مهرجان كان. ده حقيقي، وكذا مهرجان عالمي كمان في المانيا وفي ايطاليا وفي المغرب. انا بعتز جدا بالدور ده رغم انه عدى عليه فتره طويله، يعني عدى عليه تقريبا 5 سنين. بس هو تميزه بالنسبه لي انه المخرج راهن فيه على الموهبه مش الشكل، يعني تخطى فكره شكلي ان انا، لانه كتير اتحصرت في ادوار الخواجه بقى الخواجه او الاجنبيه او الحاجات صحيح دي. صحيح. فهو لا، هو كسر الموضوع ده تماما في انه لا هعملك متشرد وفي مصر والدور فيه تمثيل بعيدا عن الشكل خالص. يعني الدرويش اللي مثله احمد غباشي، ايه الفرق ما بينه وما بين اي درويش تاني كنا شفناه في اعمال دراميه؟ حاولت ما اخليهوش نمط او ستيريوتايب زي ما بيحصل غالبا، يعني ما قدمتوش بالشكل السطحي الكرتوني. بالعكس، الفيلم اصلا مكتوب بشكل ان هو بيخلينا نفكر ايه القصه اللي ورا، يعني اي صوره من دي بتشوفها في الشارع اكيد ما اتخلقش كده، اكيد ما اتولدش كده، هو وراه ماساه معينه او حدوته معينه او شبكه علاقات معينه انقلبت ضده خليته بالشكل ده. فالفيلم بيحاول ان هو يعمل يقرب اكتر على الموضوع ده، وهو كان حد شاعر وكاتب اسمه صلاح الطيب، وبالعكس كان كمان نجم في وقت من الاوقات ومرموق ولو مريدين واتباع وناس معجبه بيه، وبعد كده انقلب عليه الحال فبقى كده. فازاي هقدم كمان، هو يعني يعتبر فنان، يعني لما يبقى يعني درويش بالشكل ده انت شايفه صورته درويش او متبهدل او هدوم قطعه، بس هو لما تقربي منه اكتر فعلى مستوى هيتكلم هيقول ايه اللي هو عايزه في الفيلم. هو اصلا عايز ورقه وقلم، رحله البحث عن ورقه وقلم. فلما يبقى فنان يعني داخليا فنان وراقي وكده بالشكل ده وفي الصوره دي، المسج ده صعب جدا، ودراسته على مستوى التمثيل كانت تعب، بس الحمد لله اعتقد اني تعبت كتير جدا في الدور وعامل صدى كويس. يعني خلينا نوجه التحيه كمان لمؤلف الفيلم محمد طبعا مهدي، محمد مهدي والمخرج خالد منصور كان زميلنا هنا في الاعداد، يعني والله بنوجه طبعا كل تحيه، فنان حقيقي شاطر جدا طبعا. وطيب واحنا وهو مع استاذ طبعا عمرو عبد الحميد استاذنا كلنا، لكن خلينا نتكلم على الدرويش، يعني فيلم الدرويش، هل هو حد تعرض لصدمات جامده قوي خلته ان هو يتحول لدرويش؟ هل دي بيست اون ترو ستوري، مبني على قصة حقيقية؟ هو مستوحى من قصة حقيقية. حتى احنا عملنا لهم اهداء في الفيلم كمان. كاتب سوداني اسمه محمد بهنس، ده مات من البرد في شوارع وسط البلد. ده قريبنا ده ولا لا؟ مش قريبنا. انا بهنسي مش بهنس. الياء دي مهمة جدا. مش كده؟ ده احنا كده يعني واسكندراني سوداني، الموضوع مختلف خالص. ونجيب سرور طبعا عملنا لهم اهداء في الفيلم، هو نموذجين الاثنين كتاب بشكل ما، يعني نهاياتهم كانت مأساوية، فالفيلم حاول ان هو يقرب منهم يعني او من قصتهم. يعني هو فعلا اتوفى من البرد للاسف. بس وده تم ذكره في الفيلم.
النهايه دي ولا ما تطرقتوش للنهايه؟ هو الفيلم يعني تم الاشاره له على مستوى الصوره، ما اتقالش صراحه يعني. بس الروايه نفسها مكمله للاخر ان هو توفى. وصلت للوفاه. ده حقيقي. طيب اللي جاي بقى يعني على مستوى كمان التدريس بالنسبه لك انت بتدرس، وعلى مستوى الاعمال الفنيه بقى بشكل عام، هو المفروض ان شاء الله مشارك في مسلسل سيف الله خالد بن وليد مع بطوله النجم عمرو يوسف. هو هيبقى في رمضان اللي جاي باذن الله، والمتصدر المشهد حاليا هو مسرحيه هولاكو برضو مع جلال الشرقاوي، هي اللي هتبقى اعتقد الوسط المسرحي كله كمان مترقب ليها، لان اي عرض على المسرح القومي بيبقى هو اللي في الصداره غالبا. فان شاء الله برضو هي واخده جزء كبير من الوقت والتركيز، وهي عمل يستحق، اعتقد هيبقى عمل للتاريخ يعني. وحاليا التدريس في الجامعه، واعتقد في اكتر من ورشه تمثيل برضو هقوم بيها قريب جدا. ده اللي بشكل واضح حاليا، وطبعا الفيلم الاذاعي بتاع سفاح المستنقعات اللي اعلنا عنه. ربنا يوفقك وتقدر ان شاء الله تقوم بكل الاعمال والانشطه دي على اكمل وجه، وهيكون في اكيد متابعه لاعمالك في الفتره الجايه. ريت تنورونا طبعا في المسرح ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. وانا بشكرك ونورتنا الفنان المتعدد المواهب احمد صبري غباشي، نورتنا وصباحك صباح الورد. صباح الفل. مشاهدينا فاصل ونرجع بفقره غنائيه وفقره الاتيكيت، خليكم معانا. حضراتكم من جديد، واحنا دلوقتي جينا لفقرتنا عن الحب، عيد الحب طبعا كان لسه امبارح، كل سنه واحنا طيبين وحبايبنا بخير، ويا رب السنه دي قبل ما نفكر ان احنا نحب اي حد تاني نتعلم ازاي نحب نفسنا ونجدد العهد مع بعض كل سنه. الفالنتاين يعني هديه من حبيب لحبيبته، لكن ازاي نقدر نختار الهديه دي وازاي نقدمها للي بنحبهم؟ اكيد في اصول، في اتيكيت لتبادل الهدايا بين الاهل والحبايب والصحاب، مش بس في عيد الحب لا، وكمان في كل المناسبات، وده اللي هنعرفه دلوقتي من ضيفتنا الاستاذه شاهندة شاور، وهي خبيره الاتيكيت. اهلا بيكي وصباحك صباح الورد. صباح الورد والجميل كله يا مها، وهابي فالنتاين داي على كل اللي بيتفرجوا علينا وكل المناسبات الحلوه. في بدايه الحلقه حابه اقول لجوزي هابي فالنتاين داي. طب هاي الهابي فالنتاينز لكل كمان اللي بيشوفونا، بنشوف على السوشيال ميديا يمكن كل عيد حب الناس بقى تقعد تطلع كوميكس وتريقه. رايحه في اتجاهين في الحقيقه، انه هندفع فلوس كتير فتعالى نتهرب من هديه عيد الحب. ده حقيقي. فيعني دايما واخده الاتجاه ده، فاحنا مش عايزين الناس تتخض من الفالنتاينز، ومش معناها انه لازم هدفع فلوس كتير، لكن هو الهديه بتاعت الفالنتاين كاتيكيت وايز المفروض تكون شكلها ايه؟ عباره عن ايه؟ بتتراوح يعني ما بين ايتم شكلها ايه وايتم شكلها ايه؟ اوكي، في البدايه انا بس عايزه اقول ان الهدايا هي لغه راقيه قوي، هي لغه من لغات الحب، هي رساله راقيه بهديها للشخص اللي قدامي، ودي علشان اوصل له مسج معينه. الهديه في الفالنتاين بين اتنين مخطوبين، اتنين مرتبطين، اتنين متجوزين، فبالتالي هتكون زي ما انا حابه، هي حاجه بيرسونال بقى، حاجه شخصيه، ممكن ورد، ولكن الورد بيكون مع الهديه مش لوحده. وطبعا لو الهديه ليها طبعا شروط لو حابه ان احنا نقولها دلوقتي. طب في ناس ممكن تكتفي بالورد، ده معناه ايه؟ لا، هو الورد بيكتفى بيه في حاله الزفاف لما اكون رايحه فرح، وفي حاله زياره المريض بتكون دي الهدايه بس لوحدها، بس كده. ده في قانون الاتيكيت يعني. ده اتيكيت عالمي. يعني الاتيكيت العالمي بيقول ان زياره المريض انا باخد الفلاورز او الزهور، او دي ليها مسج معين، ان انا بدخل عليه السرور. طبعا مش هينفع ان انا اخد للمريض تشوكليت، ممكن يكون هو ممنوع منها، فبالتالي مش هاخد اي سويتس او اي حلويات خالص وانا رايحه للمريض. طيب يبقى الزهور بتكون مصاحبه للهديه الاساسيه، فاحنا كده رجعنا تاني للناس خايفه. عايز بس اقول حاجه يا مهمه جدا، ان الهديه مش يعني في سعرها، الهدية في قيمتها المعنوية، كمان في طريقة التغليف بتاعتها. أنا عايز أقولك إن أول ناس هم عرفوا الهدايا المصريين القدماء، فكرة إنه حتى تعزيز الحاجة اللي أنا بعملها لنفسي، فكرة إن أنا أهادي نفسي، بناء الأهرامات ده في حد ذاته هو بيعكس فلسفة إن أنا أهادي نفسي، كوني إني أبني هرم
ويبقى من عجائب الدنيا السبع، انا بعكس فلسفه وهي ان انا هديت لنفسي هديه هتفضل ابديه. بلس كمان ان الاسر الفرعونيه كانوا بيهادوا بعض بالاحجار الكريمه والمجوهر في صوره مجوهرات، ممكن مثلا الزوج يهديها لزوجته، وخصوصا العقيق يعني الاحجار الكريمه والفضه والذهب كانوا بيعشقوا الهدايا من هذا النوع، وشايفين انه هي اكتر نتيجة بتجيب تأثير، في حين انه لما يكون حد عنده عفوا لما يكون حد عنده ضائقة نفسية او متضايق فبيهدوه ذهب وفضة وعقيق، وخصوصا بقى الزوج لزوجته. صحيح طبعا، ومصر يعني من البلاد الغنية بالأحجار الكريمة كمان الطبيعية. جدا صحيح. ففكرة انه انا اختار الهدية مش هروح بقى دايركت المحل ذهب او سيلفر واقول انا ههادي اللي قدامي لازم هدية غالية وانه قيمتها من امتي، هو شور هي قيمتها من امتي، ولكن بيتحط بقى في الاعتبارات اول حاجة الحالة الاجتماعية للشخص اللي انا ههديه الهدية، هل هو هيفهم المسج دي، هل هو هيفهم نوع الهدية دي، ممكن اخد مثلا حاجة براند معين وهو مش فاهم انه هي هتبقى بالقيمة دي، ممكن هو ما يعرفش كمان يستعملها، فمهم جدا ان انا كمان اشوف صلة القرابة اللي بيني وبينه، ممكن يبقى حد زميل ليا في الشغل وانا مجرد ان انا بنت وهو مثلا راجل واهديه هدية بيرسونال فتتفهم غلط كمان. صح بلس صح. إن خصوصا مثلا لو يعني موظفة لمديرها او بالزبط. العكس، او حتى مدير لموظفه مثلا بالزبط. في عيد ميلادها، فبتبقى فعلا موضوع الهدايا ده محير، وساعات الواحد بيمتنع خالص عن انه يجيب هدايا عشان ما تتفهمش فعلا بشكل او باخر، او بتبقى الناس لسه مش عارفه، محتاجه دليل يوجهها الهدايا يكون شكلها ايه. بقى نعمل ايه؟ نعمل شيرنج ما بيننا وما بين زمايلنا، حتى لو هعمل شيرنج ما بيني وما بين زميل ولد او راجل، بحيث ان ما بقاش انا هديته هديه بيرسونال مني انا ليه، فبالتالي ما بتتاخدش بالمنظور انه دي هدت ده هديه بيرسونال. الهدية تكون المجموعة يعني التيم وورك، يشترك في هدية للمدير. في فكرة جميلة قوي، فكرة انه احنا بس لو خدنا على بعض شوية، بيبقى في محلات كمان بتعمل الموضوع ده دلوقتي، انه بيبقى في شخص ما بيكتب ليست كده بالحاجات اللي هو محتاجها، بس طبعا لو في حد مقرب ليه قال له دلوقتي انت محتاج ايه الفترة دي، مثلا معانا في الشغل واحد هيتجوز، فبدل بقى ما نجيب له ورد وشوكولاته ومش عارفه ايه وحاجات كده، فاحنا كلنا كزمايل بنتفق، حد مقرب ليه بيقول له فلانه وفلان وزمايلنا بنات واولاد عايزين يهدوك، احنا كلنا هنعمل شيرنج مع بعض. انت دلوقتي هل متفق مع محل مثلا كاتب لسته معينه، كلنا بنروح نشوف المناسب لينا، او كلنا بنعمل شيرنج في حاجه واحده بس. لو حولنا حاجات غاليه قوي ممكن نختار ايتم منهم ونشترك فيها كلنا. بالظبط، دي هديه جميله جدا، وفي نفس الوقت منتهى الاتيكيت هو التصرف ده. طيب. فكره انه بدل ما يبقى هديه بيرسونال وملهاش لازمه. يمكن يعني وانت بتتكلمي دلوقتي فتحتي لي كده كام نقطه، لو انا مثلا ههدي هديه عيد ميلاد لصديقه مقربه وقلت لها يعني ما فيش بينا حواجز خالص وفي ود وماي بيستيز يعني، وبعدين رحت قلت لها مثلا بليز قولي لي انت محتاجه ايه عشان اجيبها لك في عيد ميلادك، لان انا برده مش حابه ان انا اجيب لها حاجه هي ما تكونش عايزاها، هل ده من الاتيكيت برده؟ اكيد ده هو ده الاتيكيت نفسه. يعني فكرة دي بس مقربه يعني المقربة. انا يعني حضرتك قلتي تفضلتي قلتي ان هي ماي بيست فريند، ففكره انه انا اسالها هو ده الاتيكيت، فكره انه انت محتاجه ايه، طبعا هي هتقول لي، هبتدي ان انا اجيب لها الهديه اللي هي طلبتها. وفي كمان بقى بوينت مهمه، لو هي مثلا امتنعت عن ان هي تقول انا ممكن طالما هي مقربه سواء قريبه او صديقه انا ممكن اديها فلوس، رغم ان كتير جدا ده عرف سائد، ولكن عرف سائد في الاصدقاء ويدخل تحت بند الاتيكيت في الاصدقاء والناس المقربه، بس على فكره ده اريح بكتير عشان كمان تشتري اللي هي عايزاه. بالظبط، بس طبعا بقى طريقه التغليف والطريقه انا موضوع الظرف بقى عشان ما يبقاش محرج اللي هو حضرتك اتفضل عيب احنا اخواتك، ده الظرف بتاع حضرتك. الطريقه يعني اللي هو التغليف والتقديم الاسلوب بيبقى شكله ايه عشان الابتسامة في وجه اخيك صدقة، بلس انه تهاد وتحب ورسول عليه صدقة دي عارفة لسي انك بتديها 10 جنيه كرميشة. يعني تديها لها ازاي في ظرف بشكل في بوكسز بتاعت الهدايا دي اللي بتبقى جميله قوي، بيبقى ما فيش حد عارف جواها ايه، بجيب الظرف وبحط فيه فلوس ولازم كارد، لان لو الدنيا مناسبه الدنيا زحمه جدا مش هيتعرف هديه مين الكارد ده اهم من الهديه نفسه،
ان انا دلوقتي بعرف الشخص اللي قدامي مين اللي جايب لك الهديه دي. خلي بالك احنا كل ده بنتكلم في اثنين اصدقاء مقربين. طبعا تمام؟ طبعا اللي هو عشان بس الناس تبقى متابعه معانا عشان ما يجيش حد مثلا يبقى اول مره يتعزم في عيد ميلاد حد رايح جايب له ظرف وسايبه له في بوكس او حاجه. بالظبط كده. بس ما اعرفش بقى حضرتك اللي هتصححي لي المعلومه دي، انه اول ما تاخدي الهديه لازم تفتحيها من الاتيكيت انك تفتحيها قصاد الشخص اللي جايب لك الهديه، هل ده صح ولا اخد الهديه واسيبها في كورنر الهدايا ونبقى نفتحها بعدين؟ هي صح في حاله لو دلوقتي انا مثلا وانتي اوكي وفي مناسبه وانتي جايبه لي هديه، لازم من ضمن الاتيكيت ان انا بفتحها قدامك وابين فرحتي قوي، حتى لو هي مش ملائمه ليا او مش مناسبه اقول لك الله يا مها حلوه قوي وابين ان انا فرحانه بيها، ولو هي حاجه يعني بتستخدم ابتدي استخدمها يعني بيرفيوم الله ده ريحته حلوه جدا. ده لو انا وانتي لو بس احنا الاثنين او مثلا حفله شاي في البيت، المهم انه بيبقى برده الموضوع فريندلي اكتر. لو بقى في مكان حفله عامه كريم وناس كتير حتى بالعقل كده مش هفتح الهدايا كانت الناس كلها. بالظبط لو يعني مش هنخلص بقى افرضي كل الناس اللي جت جابت هدايا فبقى بالزبط. عندي مثلا هدايا قد كده هقعد بقى افتحها كل شويه. هنا بتصرف ازاي؟ لما بروح البيت وبفتح الهدايا لازم يكون في تليفون وتليفوني ده في حد ذاته هو ده كمان اتيكيت. ان انا اتصل بالشخص اللي اداني الهديه وطبعا الكلام يعني الجميل. لو انا مثلا 30 شخص جابوا لي 30 هديه اتصل بال 30؟ طبعا يا خبر مسج واتساب بلاها عيد ميلاد بقى بصراحه ده كده الموضوع بقى متعب يعني امسك لسته بتاعت الضيوف تاني يقوم مكلمين بعد الحفله. ده منتهى الاتيكيت. هل ممكن ابعت رساله واتساب طب شكر وكده ولا لازم بقى تليفون؟ لا ممكن اصلا الشخص اللي انا اكون بكلمه يكون مشغول فبالتالي انا ببعت له مسج على الواتساب وبيبقى دي برده بتغني. ممكن ابعت له فويس نوت ولكن طبعا الطريقه بتختلف يا معي يعني الطريقه بتاعتي انا اللي بتختلف. ممكن اكلم حد اقول له شكرا، ممكن تبقى مسج فيها كلام وتبقى فيها حفاوه اكبر بكتير من اني اتكلم ايموجيز بقى وما مش مصدقه نفسي وكده يعني بالظبط كده. فدي يعني ده برضو هياخدنا لسكه بقى لطيفه جدا. احنا بنتكلم على فنون الاتيكيت بشكل عام. ده يعني علم قديم وليه مدارس طبعا. الاتيكيت بقى في السوشيال ميديا، في عصر السوشيال ميديا وعصر التكنولوجي وعصر الذكاء الاصطناعي، احنا في حاجات كتير قوي حلت محل حاجات تانية يعني. يمكن في ناس كتير بطلت تتكلم مكالمات وبقت فويس نوتس على الواتساب، فاكيد الاتيكيت برضو الرولز بتاعته عشان تواكب التطور التكنولوجي ده اتغيرت في حاجات معينه. ايه ابرز الحاجات اللي تغير فيها الاتيكيت طبقا يعني للذكاء الاصطناعي وظهوره في حياتنا؟ زي ما انت قلتي ان هو بلس كمان انه المسجات اللي احنا كنا متعودين عليها دلوقتي بقى في ممكن تسجل فيديو وتبعته، ممكن تعمل فويس نوت وتبعتها، ودي حلت ازمه كبيره الحقيقه لان احنا زمان وفرت وقت. طبعاً. احنا زمان كنا بنروح نصحي فلان من النوم عشان حد عايزه، كان حاجات كتيره جدا كانت بتحصل لنا بسببها مشاكل. ده ممكن يكون كان نايم وصحي وما طلبنيش، دلوقتي هو ممكن وهو سايق وهو في بلد تانية وهو في اي مشكله في اي حاجه يقدر يبعت المسج اللي هو عايزها. كمان زي ما قلت لك انه الطريقه بتاعه التعبير بتاعتي هي اللي بتفرق، طريقتي انا يعني فكره انه حتى انا مثلا سواء بقى بقدم هديه او سواء برحب بحد او ضيف جاي لي ابتسامتي مع كلامي مع استخدام الكلمات معينه طريقتي نفسها هي اللي بتخلي اللي قدامي يكون فرحان. انا عايزه اقول لك انه بلس كمان ان الكلمه الطيبه صدقه انه انا كمان ابتسامتي ممكن تكون هديه طبعا. عارفه فكره ان انا امشي ابتسم للناس كلها ازيك عامله ايه وانت كمان وحشاني وهديتك حلوه قوي او مثلا حد طلبني كده بتنشري طاقه ايجابيه اللي قدامك عكس ما بتبقى وشك مقافل كده طبعا. فكره الابتسامه نفسها دي هديه صحيح يعني طيب استاذه شهندة اخر سؤال سريعا. لو انا معزومه في عيد ميلاد او في مناسبه ما يعني لحد بقى انا معرفوش خالص يعني معرفه زميله زميل بس يعني في من باب المجامله الاجتماعيه لازم اروح ايه الهدايا اللي تبقى في السيف سايد بقى اللي هي بتناسب الجميع؟ لان طبعا انا ما عنديش حتى اوبشن ان انا اقول له بتحب ايه ما بتحبش ايه وبتحبي ايه ما بتحبيش ايه. قدامي كل حاجة ما عدا الحاجات اللي فيها مقاسات اللي هو هيتكسف قوي في حاجة ما طلعتش مقاسه هيبقى مكسوف جدا انه يقول لي المقاس بس طلع مش خلينا نقول البرفيومز ونخلص. بتهيألي البرفيومز دي اسلم حاجة
تخيلي انه حتى البرفيومز ممكن كمان يكون حد مثلا عنده حساسيه من رائحه معينه، فنبعد عن الحاجات البيرسونال قوي. احنا بس ممكن نجيب هديه تنفع لكل الناس، يعني مثلا ممكن حاجه تتحط على المكتب لو هو مثلا طبيعه شغله بيقعد على مكتب. في حاجات كتير قوي في الديكوريشن ملهاش علاقه بال، يعني بتبقى في الانتيك اللي هي مش مودرن ولا كلاسيك. يعني حد بيخاف ان هو مثلا يجيب هديه تكون كلاسيك وهو العفش بتاع بيته مودرن. فخلينا نبقى في السيف سايد اكتر ونختار حاجه متماشيه مع كله، مثلا طقم مكتب. لو انا شويه شميت ريحه البرفيوم وقدرت اتعرف على الريحه الرائحه اللي بيحبها، فوقتها انا بختار البرفيوم اللي متماشيه مع الريحه اللي انا شميتها. بس كده، بس ببعد تماما عن المقاسات خالص. فكره ان هو اصل اللون ده مش بيليق على بشرتي، المقاس برواز مثلا، برواز فضه اكزاكتلي بالظبط. ممكن مثلا خاتم، يعني في الاكسسوارات مثلا خاتم او سلسله، ولا دي حاجه تو بيرسونال برضو؟ برضو هي حاجه ميداليه مفاتيح مثلا، الميداليه برضو من ضمن الهدايا، الحاجات اللي مش بيرسونال قوي ممكن. بالظبط. الهديه من كتر ما هي مهمه جدا، في ناس مشاهير اتكلموا عليها زي بهاء طاهر، زي ابن الرومي، زي حسان ابن ثابت. الهديه فعلا مهمه جدا جدا. وكمان كنت في بوينت مهمه عايزه اقولها، فكره انه المصريين القدماء كانوا بيغلفوا الهدايا بورق الباردي. يعني فكرة تغليف الهدية مهم، فكرة انه انا مش بجيب الهدية وممكن احطها في كيس المكتبة ولا كيس المحل، ولا يعني سواء طفل او اي حاجة، حتى لو انا مثلا تيتشر وبهدي اطفال صغيرين بديها له، صدقيني ممكن تبقى هي جواها يعني حاجة غالية جدا، بس طريقة تقديمي انا للهدية ما كانتش فيها اتيكات وما بسطتش اللي قدامي. الغلاف نفسه، الكيس، الكلمة اللي انا بقولها وانا بقدم الهدية، ابتسامتي نفسها، كل ده بيتضمن تقديم الهدايا. انا بشكرك شكرا جزيلا. مرسي. خبيره الاتيكيت شهنده شاور، نورتينا، وصباحك صباح الورد، وهابي فالنتاينز. هابي فالنتاينز داي. شكرا. مرسي. مشاهدينا نسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع لمعادنا مع الطرب والغناء، خليكم معانا. سهرانة ما بتنامشي، لنا صحية ولا نايمة، ما بقدرش يبات الليل، يبات سهران طه. يا جماعه اهلا بيك يا ايمي، منورانا في صباح الورد. وطبعا تاني يوم في عيد الحب لازم نسمع شويه غنى طبعا، واغاني رومانسيه جميله. عرفي نفسك للجمهور اكتر، دراستك الغنى بدا معاكي ازاي؟ دراستي انا هي ملهاش علاقه بالغنى خالص. انا في كليه هندسه اي تي سنه ثالثه، والغنى بدا معايا ان وانا صغيره، هو انا اوريدي عيلتي كلها فيها كتير بيغنوا، فالموضوع تقريبا وراثه، عائله فنيه تقريبا. بلس انه كمان يعني عندي في البيت كل حد بيسمع اغاني مختلفه وقديم دايما. ففجاه لقيت نفسي وانا صغيره قوي بحفظ الحاجات دي ومن غير ما اخد بالي، يعني كان اجبار كده تقريبا. الاب والام مين عنده موهبه الغناء او لا؟ مش الاب والام، هو عمتي وبناتها وعمتي كلهم يعني. لكن بابا وماما بيسمعوا كويس. يعني سميعه جدا. اوكي. وليهم ذوق كده لطيف قوي، فلقيت نفسي ان انا بحفظ، عندي 5 سنين بغني ام كلثوم، فكانت حاجه كده ويرد جدا.
وبعدين كبرت فضلت ان انا فتره كده عايزه اغني، وكانوا فاكرين الموضوع موهبه لحد ما لا انا عايزه اخد القرار، انا عايزه ابقى مغنيه اصلا مش اغني. ليه الدراسه راحت للهندسه؟ يعني ليه من الاول ما دخلتيش كونسير؟ فكرت في كده، بس كان نفسي يكون عندي كارير تاني، يعني دراستي تكون بعيده عن موهبتي او الحاجه اللي انا بحبها. كان تفكير شويه غريب، بس يعني دي اكتر حاجه انا بحبها، وكمان عشان عندي ماما وبابا افرحهم، فعايزه ارضي الاثنين، ارضي نفسي بان انا اكون مغنيه وارضيهم في ان انا اكون معايا شهاده. بس يعني انت مش حابه اللي بتدرسيه قوي ولا حاسه؟ لا حابه، الاي تي مهم قوي طبعا. وبعدين بحب التكنولوجي وكده، بس بحب الغناء اكتر. كلميني عن مشاركتك في مسابقه ميس ايجيبت. والله كانت تجربه لطيفه جدا واستفدت بيها يعني في حياتي. كانت المسابقة السنة اللي فاتت 2018، أخدت ميس إيجيبت بيست هير، وطلعت من التوب 5 ميس تالنت وميس فيتنس. وبعدين المسابقة خلصت السنة اللي بعدها 2019، ما كانش فيه الكومبيتيشن اللي هي البرايم بتاع ميس بيست هير، فأخدتها تاني كده ما أعرفش إزاي يعني. بس والمسابقه كانت حلوه والله، وكنت مبسوطه قوي. ليه حبيتي انك تشتركي في مسابقه زي مسابقه ميس ايجيبت؟ هي كانت المسابقه فيها فكره بروجكت، انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، انه كل حد، احنا كنا 21 متسابقه، وكل حد فيهم كان عنده بروجكت كان نفسه ان هو يعمله. انا كان البروجكت بتاعي عن البيئه والاطفال وحاجات كتير كده في يعني المجتمع والمراه. يعني ده اللي خلاكي تشتركي في المسابقه اصلا؟ يعني دي كانت شروط المسابقه، ان حد يكون عنده بروجكت. لا هو طبعا في شروط تانية. يعني مش طبعا شروط جماليه قد ان هي ثقافه، حد يكون عنده نوليدج كده ويكون. يعني انت شفتي ان المسابقه دي هتكون نافذه لعرض البروجكت بتاعك اللي انت مؤمنه بيه، فهو ده اللي شجعك انك تتقدمي في الاساس طبعا. طيب احنا سمعنا عيون القلب، طبعا عايزين بقى نسمع اكذب عليك. اكذب عليك من الكلاسيكيات الرومانسيه اللي يمكن لحد دلوقتي في الاماكن ما بتقدمش. ما بتقدمش بالظبط، هي فور اول سيزونز يعني. yes. فخلينا نسمعها مع بعض. اوكي. اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكدب عليك ان قلت بحبك، لسه اكدب عليك واكدب عليك ان قلت نسيتك، همسى اكدب عليك. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار لي بر وانا ارسي عليه. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار لي بر وانا ارسي عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ انت حبيبي ولا حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي. الله الله الله. واحنا بنتكلم على مستوى مطربة هاوية، انت عندك الموضوع في اطار الهوايه، هل اثقلتيه بالدراسه طبعا ولا لسه؟ لا اثقلته من سنين كمان. درستي من أربع يعني؟ دخلتي تدرسي فعلا؟ خدت ورش كتير قوي. اوكي. ورش مقامات موسيقيه، وطول الوقت بحب ان انا اعمل فوكاليز. يعني لا طبعا ما كانش ينفع ان انا اكتفي بان انا اكون موهوبه بس. انت بتحضري لألبوم جديد؟ انا اوريدي خلصته. خلصتي؟ اوكي. هو 6 اغاني وجديد، فكره جديده في كل اغنيه بشكل كده اول مره الناس هتشوفه. لا ايه الجديد بقى يعني؟ اولا كلميني على فريق العمل. أوكي. اللي اشتركوا معاكي في الالبوم. هو كتير قوي، بس يعني سلمى رشيد شاعره هي اشتركت معايا في كذا اغنيه، اكتر من اغنيه في الالبوم. رامي رفعت لحن لي، طارق توكل، في ناس كتير قوي بصراحه مش عايزه انسى حد، بس يعني تيم كبير جدا. هو 6 اغاني زي ما قلت لك، في اغنيه منهم شبابيك دي الهيت بتاع الالبوم، بس دي مش اول حاجه هتنزل، هي مفاجاه، تالت او ربع اغنيه يعني. اوكي. والجديد في الالبوم ان هو مش اغنيه 4 دقايق وخلاص، لا هي كل اغنيه فيها فكره، بتتكلم عن قصه معينه، مش عايزه احرق قوي الموضوع، بس في منهم كمان اغنيه اسمها فضفضه
الاغنيه دي بتتكلم عن ان انا كنت بحب حد ومات، وعامله فيها ستايل غير شكلي تماما، بشكل لبس مختلف، بستايل الشعر، بكل حاجه. يعني دي اتصورت؟ هو كل الالبوم اتصور. كل الالبوم اتصور. ودي كمان فكره بالنسبه لي لطيفه جدا، انه دايما كل الناس بتعمل اغنيه بس واحده بتتصور. لا، احنا عملنا الست اغاني كلهم اتصوروا، في منهم اغنيتين، واحده اتصورت في اسوان ونوبه بقى، وكانت ستايل جنوبي قوي، واغنيه الثانيه اتصورت في طريق مصر اسماعيليه. وهتتفاجئوا يعني، انا لقيت نفسي ان انا اصلا عندي موهبه التمثيل من غير ما اخد بالي تماما، بجد بجد. فنانه شامله. يعني كانوا مش مصدقين. كان لكي راي في التصوير يعني، لوكيشنز التصوير كان لما بيقترحها مثلا المخرج، كنت انت بيبقى لكي راي او تدخل فيها اقتراحات ولا؟ اكيد انا بحب طول الوقت بقترح، وما بحبش يعني، عندي مشكله كده ان انا دايما بركز في كل حاجه. أوكي. انا بحب كل حاجه تكون بيرفكت يعني، لا بقبل ما بقبلش باقل من اللي انا ابقى عايزاه. فاتحمست جدا جدا لفكره اسوان. مصر فيها حاجات كتير حلوه وتستاهل انها تصور، وبجد الصوره طالعه تحفه يعني، من غير اديت ومن غير حاجه انا ممكن انزلها كده اصلا. صحيح، تحفه. اتعودنا دايما في اي البوم بيبقى فيه فورمات دايما لكل مطرب. يعني لازم يكون في رومانسي في التوزيع الموسيقي. مزبوط. لازم يكون في رومانسي وفي مقسوم وفي حزين وفي تكنو او هاوس او ايا كان. هل برضو الفورمات دي انت محافظه عليها في الالبوم، ولا التغيير، ولا الجديد اللي انت قدمتيه في الفكره نفسها؟ بصي، ما بعدتش قوي عن المتداول. يعني احنا برضو بنتكلم في نفس الاريا بس بشكل مختلف. يعني مش بنفس كل حاجه، لا، في تاتش جديد. بميوزك مختلفه، كلام مختلف. عن تايم الاغنيه بتقولي مش 4 دقائق، هي في منهم اغنيتين يعني شبابيك دي 2 دقيقة وحاجه. أوكي. بس بوصل فيها الفكره اللي انا عايزاها، الناس هتتبسط بيها جدا ودمها خفيف. ما احتجتش لموديل فيها اصلا. أوكي. الاماكن تحفه بجد يعني. بجد، فلا يعني الموضوع كان مختلف. فضفضة برضو 2 دقيقة وبحكي فيهم عن فكره معينه بقصه، والقصه برضو بقدر اوصلها في 2 دقيقة. أوكي. مش بالوقت الطويل ابدا. يعني في اغاني ممكن تبقى 5 دقائق و10 دقائق بس، ولا اي حاجه. ايه الاصعب بالنسبه لك في الاداء، ان انت توصلي الفكره في 2 دقيقة ولا في 4 دقائق؟ والله 2 دقيقة صعب. اكيد اصعب كتير. وكان ريسك طبعا، بس خدنا الريسك كلنا طبعا. خلاص، ليكي اغنيه سنجل قبل الالبوم ده صح؟ حكايه إيه الحب. طب دي ممكن نسمعها ولا ايه؟ طبعا ممكن. طب يلا. ليه كل اللي ساب واتساب بيجي بالعيب في التاني، ودايما عايز صورته الاحلى ويبان مش اناني، ويقول للناس مظلوم مصدوم وحزين من اللي شافه، وعامل نفسه ملك وبريدة ومغلطش في حياته، وكتير حكايات بتسيب في القلب علامة، وكتير حكايات من وجعنا بنقول بالسلامة. دي حكايات الحب، حكايات الحب دايما وجعانا. كلمات، الالحان، التوزيع. توزيع زوم، الحان احمد الشرقاوي، وكلمات سيد علي. هو الاغنيه دي كان فيها حاجه بس حصلت كده، عشان افهم بس الناس، عشان في فتره كان الاغنيه دي نزلت بصوت حد تاني. انا اوريدي نزلتها في 2017. السنه اللي فاتت 2019 لقيتها نزلت بصوت حد تاني، مش عارفه ازاي، وتصورت. فاكتشفت انه كان في شركه بترجح ان هي تنتج لي في الوقت ده. وهي مشكله بالنسبه لي بسيطه يعني، وخلاص انا اتس اوكي يعني، الاغنيه اوريدي متسجله من قبل كده في وقت طويل. فكريه ما هي المشكله ان الشركه اللي كانت هتنتج لي، انا كنت عامله لهم تنازل بالاداء الصوتي. أوكي. وباللحن والتوزيع وكل الحاجات اللي المفروض اتنازل بيها. فاستغلوا التنازل ده وحد غنيها يعني. يعني انا كنت مش فاهمه وقتها، واكيد ما كنتش زي دلوقتي يعني. لا اكيد في حاجات، خطوات، بس دي كانت اول خطوه وتقريبا ما كنتش فاهمه قوي. فاتس اوكي، انا مش زعلانه طبعا وعادي يعني، انا ما عنديش مشاكل مع حد، بس انا قلت بس اوضح حاجه بسيطه عشان الناس تبقى فاهمه. حلوه الروح دي برضو. مش كده؟ اكيد. لا عادي، عندي البوم بقى دلوقتي مركزه فيه وخلاص، دي قديمه قوي. طيب خلينا نتكلم عن الفالنتاينز بما انه كان لسه امبارح. أوكي. وكل حاجه مفهومها بيتغير،
بياخد شكل مختلف أكيد. وممكن كمان المعنى بتاعه يتغير مع تطور الزمن. فاحنا أكيد. دلوقتي بنتكلم بقى في زمن جديد تماما، بنتكلم في قفزه نوعيه وهو الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا. وانت من الجيل الجديد بتشوفي الفالنتاينز بالنسبه لك ايه؟ يعني بيعني لك ايه؟ والله هو في ناس بتشوفها موضه، في ناس بتشوفها خروجه، في ناس بتشوفها عادي. هو الموضوع ممكن نشوفه ابسط من كده يعني. الفالنتاينز مش معموله عشان اتنين بيحبوا بعض بقى وكابلز. انا بحب ماما وبحب بابا وبحب اخواتي وعادي جدا يعني. فانا بحسه يوم لطيف يعني، نحب فيه بعض اكتر. يعني ما بتحسيش مثلا ان الفالنتاين ده بيبقى يوم العالمي للتنمر على السناجل مثلا؟ لا لا لا، انا سنجل بيتنمروا عليا يعني. في ناس سنجل بياخدوها على نفسهم قوي. والله انا بقى يعني مش عايزه اقول لك، بيجي كميه منشن في البوست انت بائسه انت سنجل. بس عادي انا على موقفي وثابته. لا بالعكس، انا عايزه اقول لك انا يعني لا انا حد سنجل ومبسوطه جدا وعادي. أيوة والله يعني الحياه مش اليوم ده بالنسبه لي يعني لطيف يعني. مش عايزه بقى ادخل في سكه حقوق المراه قوي عشان كنت بتكلم فيها دايما واندبندنت وومن وكده. بس بجد يعني عادي، انا مبسوطه من غير حد في حياتي، وبالعكس ممكن حد يدخل حياتي يخربها لي يعني. بالظبط. مش عايزه يعني اتكلم عن اكيد يعني، اكيد كلنا عندنا تجارب سيئه. ف لا كده احسن. بالظبط. هو بيتهيألي المفهوم ده كمان مهم يعني. ليه دايما، ما هو انت كده كده هتبقي اندبندنت حتى لو ارتبطتي يعني. ملوش علاقة. يعني ليه محسسين الناس ان هم ان البني ادم اعرج من غير ما يبقى مرتبط بحد تاني؟ والله ما هو كده شغلي دي قصه بجد، والارتباط ده قصه تانية. شغلي يعني عندي مثلا دراستي عيلتي، دول اهم. على الاقل ما فيش حد منهم ممكن يصحى من النوم فجاه زهقان مني فيقرر يخوني. اكيد يعني محدش هيعمل فيها كده. او يسيبك مثلا. ليدي جاجا قالت كده. قالت انا شغلي مش هيصحى. فده بقى لي اكتر من اي حاجه مش هلاقيه موجود. والله فعلا. مش عايزه يعني احس الناس ان انا لا ضد الفكره، بس يعني هو فعلا عادي مش شرط. أوكي. لو ما لقيتش الشخص المناسب فانا تمام جدا. في اغنيه كمان لطيفه قوي، الوتر الحساس لشيرين، صح؟ طيب نسمعها مع بعض. فالنتاينز بقى. اوكي. مش كده؟ بيعاملني بطيبة وإحساس، يدلعني قدام الناس، بيعرف إني رومانسية، بيلعب على الوتر الحساس، يدوب روحي يدوبني في كل زيارة بيعجبني، ونظرة عينه خلتني أضرب أخماسي في أسداس. يعاملني بطيبة وإحساس، يدلعني قدام الناس، بيعرف إني رومانسية، بيلعب على الوتر الحساس، يدوب روحي يدوبني في كل زيارة بيعجبني، ونظرة عينه خلتني أضرب أخماسي في أسداس. لما يتكلم يجن جنوني، أنا هجن جنوني، يتغير شكلي أنا ومضموني، أنا ومضموني، سيطر واتمكن من قلبي، سيطر واتمكن من قلبي، يجري في دمي والأنفاس، يجري في دمي والأنفاس. يعاملني بطيبة وإحساس، مدلعني قدام الناس، بيعرف إني رومانسية، بيلعب على الوتر الحساس، يدوب روحي يدوبني في كل زيارة بيعجبني، ونظرة عينه خلتني أضرب أخماسي في أسداس. الله الله الله، الاغنيه دي قلبت خليجي في النص تقريبا. هي بتقولها كده، مش عارفه يعني مصري على خليجي. جديده قلبي بس دي. مش كده. في كوبليه كده قلب خليجي فجاه. فكرتي انك تغني خليجي او في اغنيه خليجي من ضمن اغاني الالبوم الجديد؟ لا بصراحه، ما يعني انا بغني اوريدي خليجي ولبناني وانجليش كل حاجه، بس ما حبيتش يعني اول خطوه كده ادخل خليجي او لبناني يعني. حابه في مصر الاول بس كده، ماركتنج كويس، وبعدين نبتدي بقى نتسوق. صدور الالبوم بتاعك متوقع امتى؟ والله هو المفروض فبراير، بس يعني انا نزلت برومو اوريدي على اليوتيوب باسم الالبوم برومو شبابيك، والمفروض فبراير بس يعني ما فيش ميعاد محدد ستيل.
طموحك ايه بقى؟ نفسك تحققي ايه بعد الالبوم؟ اكيد ده مش ده بدايه الطموح. لا لا، ده في حاجات كتير قوي قوي. تمثيل يعني، عايزه تدخلي في التمثيل؟ واي نوت. يعني انت مرحبه جدا بان كنت الاول لما بتسال السؤال ده بقول لا بصراحه. بس في الالبوم انا بجد ما تخيلتش كده. يعني هم كانوا مش مصدقين في الاول، قالوا لي طب تاخدي ورك شوب؟ طيب طب يا جماعه لا، استنوا بس كان جرب، وبعدين لو في حاجه مش مظبوطه هرجع اخد ورك شوب ونعيد. فهو كان ريسك، بس لا يعني انا اتبسطت بان الموضوع طالع كده باحساسي، مش اكاديمي بقى اللي هو انا شفت في ورك شوب او حاجه ورحت عملته. لا كان الموضوع شكله لطيف وناتشرال قوي وحقيقي ومتصدق ريل. كمان الموديل اللي معايا، انا في موديل معايا في اول اغنيه اللي هي معيشني في تهديد، دي دراما اكتئاب بقى، بس يعني الناس هتقطع شرايين. هو ايه هو ده؟ انت بتحبي اكتر ايه، الدراما ولا بحب الدراما، بحسه بيلمس الناس اكتر. يعني بتحبي الكآبه للاغاني اللي واخده الخط الكئيب شويه. انا اصلا يعني هو الالبوم 3 و3، بس انا اول 3 هنزلهم دراما. الناس اتفاجئت يعني، بس لا انا قررت كده ما دام هو ده الخط اللي انت بتحبيه. ف مش عشان انا مش بغني لنفسي اوريدي، يعني اكيد الناس هتحب، الناس بتحب الدراما بجد. احنا دراما دايما، احنا كمان الباند دراما كوينز بقى، دراما كوينز مش كده؟ طيب هابي فالنتاينز يا ايمي، صوتك جميل جدا، ويعني ده باين، مش محتاجه ان انا اقوله، ونورتينا النهارده، وبست اوف لك ان شاء الله في اللي جاي. ثانك يو ايمي طه، كانت ضيفتي. طبعا خير ختام كان الموسيقى والغناء. كده وصلنا لنهايه حلقتنا من صباح الورد، بكره ان شاء الله ساعتين من قبل دلوقتي يتجدد اللقاء في صباح الورد.